يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا جميعا بخير إن شاء الله. أولا عذرا على الانقطاع الطويل شوية دوت، تقريبا بقالنا أسبوع مفيش حاجة بتترفع ولا حاجة، بس ده بس أسباب غريبة شوية. يعني كل واحد في التيم كان عنده شوية ظروف كده، اللي كان عنده سفر، واللي كان عنده تعبان شوية، واللي كان عنده حالة وفاة، فبس شوية ظروف كده. طبعا غير طبعا اختبار الفيزيكا الكلية كنا مشغولين فيه شوية، ف الحمد لله الامور عادت على خير، وان شاء الله الامور تستقر دلوقتي، وهنزود الريتم ان شاء الله في الشغل شويه اليومين الجايين دول. المهم خلينا نركز على المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله، اللي هي بتاعت الهارت اند سيستميك ديزيز. هي الصراحه يعني محاضره غريبه شويه، ودي تقريبا هتبقى اكتر محاضره مش هندي فيها قيمه علميه، يعني اكتر محاضره مش هنشرح فيها نفهم بقى، ويعني القيمه العلميه فيها اقل كتير من المحاضره بتاعتي. تقول لي ليه يا اسطى؟ يعني كفى الله الشر، ليه ما تشرح زي الناس؟ اقول لك والله، لان يعني هي المحاضره غريبه. هو حرفيا جايب لك شويه امراض ما لهمش علاقه ببعض، وبيقول لك شايف ده ممكن ياثر على القلب، وشايف ده ممكن ياثر على القلب. اقول لك ماشي، انا ممكن اجيب لك 70,000 مره تانية ممكن ياثروا على القلب برضه، فيعني ايه فكره انت جايب الامراض دول هنا؟ يعني غير ان احنا بقى نفهمهم مثلا بتفاصيل او كده، لا بالعكس، ده في امراض هنا اول مره نشوفهم او نسمع عنهم، وهتبقى كل فكرتنا عنهم انهم ممكن ياثروا على القلب. طب نشوفهم ايه تفاصيلهم الاول؟ طب نفهمهم الاول؟ لا، بس ما بياثروا على القلب، فحتى في دماغنا هتتربط غلط. اللي هو طب المفروض الواحد مثلا ياخد المرض ذات نفسه ويعرف تفاصيله، وبعد كده يعرف ان كومبليكيشن محتمل انه يأثر على القلب. لا، انت بس هتاخد ان هو ممكن يأثر على القلب، فمش هنخش في تفاصيل الامراض هنا، لان احنا لو دخلنا في تفاصيل يعني انا محبب ما الي اعمل لك ريكورد 3 ساعات واشرح لك كل مرض بكل تفاصيله، بس مش عايزين نعمل كده لان مش وقته. يعني ما نيجي بقى لكل يعني مرض بذات نفسه ان شاء الله لما ندرسه نبقى ناخد تفاصيله، لكن دلوقتي مش وقته. فانا حاول بقدر الامكان نستغل المحاضره دي في ان احنا نوفر عليك وقت، عشان ما تضطرش انت تقعد تبحث على كل مره لوحده، وان شاء الله تبقى المحاضره دي يعني اصغر شويه من المحاضره التانيه، وزي ما قلت لك لسه مش تبقى فيها قيمه علميه كبيره قوي يعني، لكن هنحاول ايه على الاقل نفهم الكلام اللي قدامنا هنا، وبقدر الامكان بقى ايه نحاول نحفظ مع بعض الكلام اللي المفروض نحفظه، تمام؟ لغايه بقى ان شاء الله ما ندرس كل مرض من دول على حده ونفهمه بكل تفاصيله اكتر يعني. المهم نبدا عشان ما اخرش اكتر من كده. فواحده واحده بقى، بيقول لك مين السيستميك ديزيز كان هاف سيجنيفيكانت افكت اون ذا هارت، ذس مي بي ذا فيرست ساين اوف ذا اندرلاينج سيستميك ديزيز. طبعا البدايه دي كلها بدايه مقاليه، بس بيقول لك ان والله طالما في عندك مرض سيستميك ممكن يكون تشوف يعني تاثيره على القلب، ماشي، ودي ممكن هي دي اللي تعرفك ان في سيستميك ديزيز، تمام ماشي. او يقول لك مثلا ممكن تبقى حاجه سكندري او حاجه برايمري، ممكن لو حاجه مباشره بتاثر على القلب اول حاجه، او ممكن تبقى حاجه لا بتاثر على حاجات تانية، مثلا حاجه بتاثر على الكيدني فتبقى سكندري ليها ان القلب بعد كده يتاثر بقى ويحصل كونجستيف هارت فيلر والكلام ده، فماشي ممكن تبقى حاجه برايمري او سكندري مش حوار. طبعا سيستميك بقى ايه ممكن يكون اي حاجه، سواء كان اوتو اميون او انفلاماتوري، يعني هنتكلم عليهم بقى دلوقتي، حاجه ليها علاقه بالاندوكراين او كده. فهو مقسمهم على هذا الاساس، يعني احنا في المحاضره دي مقسمهم على اساس الباثوفيسيولوجي بتاعهم، هل دي حاجه ليها علاقه بالاميون سيستم، هل دي حاجه ليها علاقه بالبلاد فيسلز اكتر، وهكذا، تمام. هو بس بيقول لك ان انت طبعا لازم تعرف ايه الامراض ديت يعني اساسها ايه عشان تعرف التريتمنت بتاعها. خلصانه ماشي. المهم نبدا بقى بالامراض. اول حاجه بدا لك بالحاجات اللي هي انفلاماتوري ارثروباثيز. يعني ايه ارثروباثيز؟ يعني حاجه فيها مشكله في الجوينتس. فانت حتى هنا الاساسي اللي عندك في الامراض هنا ان انت هتشوف مشاكل في الايه اسمها ايه المفاصل دي، اول حاجه هتشوفها اصلا، او يعني هي دي الحاجه الموست كومن ليها علاقه بالامراض ديت. ف فكرة ان هو بس هنا بيقول لك ان الامراض دي ممكن كمان كومبليكيشن ليها تأثر على القلب، خلاص ماشي، لكن تبقى عارف ان دي حاجة كلها ليها علاقة بالايه بالارثروباثي، زي دي الحاجة الأساسية اللي عندك، تمام. والتلاتة هندرسهم تمام في الجزئية ديت، تلاتة اوتو اميون، يعني تلاتة ليهم نفس الباثوفيسيولوجي، تمام كده خلصان. نبدأ بقى اول واحد فيهم الروماتويد ارثرايتس. بيقول لك فيها اول حاجة ان الومن اكتر من دي، قاعدة عامة خدها ان اي مرض اوتو اميون هيبقى غالبا ايه، خدها قاعده اساسيه ان هو هيبقى في الومن اكتر من المين، الا لو قال لك بالتحديد ان لا خلي بالك ان المرض دوت في المين اكتر، فخد ان اي مرض اوتو اميون في الومن اكتر من المين، تمام. وبيقول لك الانسيدنس بتاعته في طبعا كبار السن ماشي من 50 ل 70 سنه. هنحدد بعد ما كل ما نخلص كل مرض كده سريعا، هنحدد ايه الكلام المهم اللي فيه عشان ده اختبار بقى والاسئله والكلام ده. فدلوقتي بس هنفهم كل سطر عشان ما ننساش حاجه وتبقى مش فاهمها. بيقول لك طبعا اهم حاجه فيها ان هيكون مانيفستيشن ارتيك، وده حاجه ليها علاقه بالجوينتس بقى. وبالتحديد هيكون شكلها ايه، حاجه سيمتريك، يعني سيمتريك يعني هي اليمين زي الشمال، عشان في امراض تانية هتبقى لا اي سيمتريك، يقول لك بس الركبه اليمين وجعاني، طب دلوقتي الشمال وجع، لا هنا سيمتريك، لو اليمين وجعاني يبقى الشمال هتوجع برضه، تمام.
وبول ارتيكولر في كذا مفصل بقى، يعني طبعا طالما هي سيمتريك يبقى في كذا مفصل لازم، يعني يمين وشمال خلصانه. طيب بعد كده بيقول لك ممكن يكون ليها اكسترا ارتيكولر، طبعا اللي احنا موضوع المحاضره ان احنا ممكن تاثر على الهارت، بس بيقول لك برضه ممكن تاثر على حاجات تانية زي النوديولز، مثلا تعمل لك نوديولز تحت الجلد او تعمل لك مشاكل في اللنج او ماشي، مش ما يهمناش الكلام ده خالص. تمام. ودي حاجه اللي ذاكر مثلا منكم محاضره الروماتيك فيفر هيبقى عارف برضه ان ايه اللي هي حاجه، دي حاجه مشابهه خلي بالك، حتى الاثنين بيكون فيهم حاجه اسمها روماتويد فاكتور او كده، بس بيختلفوا في الايه، بيختلفوا شويه بسيطه في الايه، في الباثوفيسيولوجي. زي مثلا هناك بيقول لك لا ده لازم يكون في ستافيلوكوكس اوريوس او ستريبتوكوكس ويكون في انفكشن بتاع، هنا لا مش لازم، هنا ممكن يكون السبب او الايتيولوجي بتاعك هنا هو كله اوتو اميون، بس الفكره ايه اللي بيعمله سيت اوف، ايه اللي بيخليه يعمل تريجر يشتغل، ايه اللي بيخلي المرض يبدا بقى يظهر وكده. هناك مثلا كان لا لازم يكون في انفكشن، غالبا هنا لا مش لازم، يعني ممكن يكون سموكينج، ممكن يبقى سان لايت او غيره. مش موضوعنا عشان زي ما قلنا ايه، مش هنخش بقى في تفاصيل كل مرض والا هنطول جامد جدا. فالمهم بيقول لك نخش بقى في كارديو مانيفستيشن. تمام. مش مهم قوي النسبه ديت، بس المهم بيقول لك ان ايه، الحاجات اللي هتشوفها بقى على القلب هيكون عن طريق الاتي. عاوزك قبل ما يعني تقعد تقرا وتحاول تحفظ كده وخلاص، لا افهم المرض، انت عارف ان هو اوتو اميون. طب الحاجه الاوتو اميون ديت يبقى هتاذي القلب ازاي؟ عن طريق ان هي مثلا يحصل اميون كومبلكس وتمشي في الدم وتروح تتراكم في اماكن معينه فتعمل فيها انفلاميشن. طيب حاجه جايه في الدم هتبقى غالبا ايه، ليها تاثير كبير على الفيسلز سواء ارتريز او كده يعني ماشي، فيبقى في كورونا ارتري ديزيز. تمام. برضه نفس الحاجه ديت طالما هي اوتو اميون كومبلكسز وبتعمل انفلاميشن ممكن تعمل لك بيريكارديتس. تمام. والبيريكارديتس ممكن يؤدي الى يعني بيريكارديال افيوجن، طالما في حاجه فيها انفلاميشن كده يبقى في يعني ممكن يجي لها برضه فلويد زياده ويحصل فيها افيوجن، فبيريكارديتس شغال، مايوكارديتس شغال. تمام. بيقول لك مور كومون سيرو بوزيتيف ايروسيف ديزيز، يعني طبعا ممكن يكون مرض مش يبقى سيرو نيجاتيف. طب ازاي يبقى مرض سيرو نيجاتيف؟ مثلا في المراحل الاولى، طالما هو المراحل الاولى مثلا لسه ما فيش اوتو اميون كتير بوديز موجوده، فممكن يطلع لك الايه السيرو تيست، تعمل تيست ويطلع لك نيجاتيف. فطبعا لو هي بوزيتيف معناها انها موجوده بكميه كبيره، وساعتها هيبقى المانيفستيشن بتاعها اكيد اوضح ومور كومون، يعني دي حاجه منطقيه. ويروسيف يعني المرض شغال، يعني عمال يعمل ايروجن بقى وعمال يبوظ ويعمل سيمتومز عاليه، لكن هو لو لسه في المراحل الاولى ولسه هادي مش هتشوف ممكن ما تشوفش الحاجات دي وما تبقاش كومون. فمش موضوعنا يعني، مش معلومه مهمه قوي يعني، كلام منطقي. طيب الكلام ده برضه يؤدي الى كارديوميوباثي، يعني خلي بالك احنا معظم الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده ممكن تعمل كارديوميوباثي، ازاي هي دي اللي بتختلف. فهو بيقول لك ان هنا ممكن تعمل كارديوميوباثي عن طريق مثلا ان هي تعمل حاجه اسكيميك او نون اسكيميك، احنا لسه قايلين ان ممكن تعمل كورونيال ارتري ديزيز فده هيؤدي الى حاجه نوع الاسكيميا. تمام. لكن ممكن برضه تبقى لا مش ان هي تاثر على الارتري، ممكن بشكل مباشر تاثر على التيشو بتاع القلب عن طريق ان هي تعمل ايه، اميلويدوسز وهنتكلم عليها بعدين، او الروماتويد نوديول تحط ايه اللي يحصل ديبوزيشن برضه للايه، روماتويد اميون كومبلكسز في الحاجات ديت، فبرضه تاثر على التيشو بتاع القلب. طب ده انا دلوقتي لسه قايل لك رغي كتير وتقول لي اصلا انت صدعتني، يعني انا اعرف ايه دلوقتي؟ بالمناسبه بس اخر سطر ده بتاع التريتمنت قبل ما اخش في الكلام، ما فيهوش كلمه مهمه بيقول لك ان يعني كورونير ارت ديزيز اعمل تريتمنت. تمام. يعني انت عندك روماتويد ارثرايتس هتعمل ايه؟ اكيد هتحاول تعالجه بقى عن طريق حاجه انتي انفلاماتوري او غيره يعني، فطالما عالجت الروماتويد ارثرايتس اكيد هتؤدي لامبروفمنت اوف ايه، كارديو فاسكولار اوتكم، يعني كلام مفيش حاجه تتعرف يعني. طيب احنا تخلصنا اول مره، تمام، لا دخلنا في تفاصيله، يعني الواحد لو هيتكلم عن المرض ده لوحده ممكن يقعد فيه بتاع تلت ساعه نص ساعه يتكلم في تفاصيله، لكن دلوقتي احنا بس هنشوف الكلام اللي قدامنا ده، فيعني ايه اللي اعرفه من هنا؟ تمام. او يعني ايه اللي الحاجات اللي هركز عليها؟ خلينا نكتبه هنا حتى عشان ايه، انا دلوقتي مش باصص على البي دي اف. روماتويد تمام ارثرايتس، لو حاولنا نجمع اهم نقاط تمام في كلمتين ثلاثه، اول حاجه تفتكر ان هو في الومن اكتر من الايه، الفيميل اكتر من الميل، خلينا نكتبها بحاجات سريعه كده، اكتر من الميل. تمام. ايه تاني تفتكر ان هو الحاجه الاساسيه بتاعته ان هو سيمتريك؟ تمام، سيمتريك بولي ارثرايتس، عشان في حاجات تانية مش هتبقى فيها سيمتريك شويه. تمام. طيب في ايه تاني؟ اللي ان هو السن برضه في ناحيه الايتيولوجي ان هو ممكن برضه ايه في الاولد ايج شويه، من 50 ل 70 سنه years old. تمام. طيب اللي احنا قلنا ان هو كمان طالما هو اوتو اميون كومبلكسز فيبقى غالبا هيأثر على الارتريز اللي رايحه القلب عن طريق انه يعمل كورونري ارت ديزيز. تمام. وده غالبا ممكن يعمل معاه بريكارديتس او بريكارديال افيوجن.
الباقي الحاجات بتاعت الكارد مانيفستيشن يعني انا مش هقول لك احفظهم كلهم لانها صعبه، صعبه تقعد تحفظ كل كلمه من دول، تمام؟ فانا هقول لك اللي تعرفه اهم واحده او اهم اتنين، اعتقد ده كافي جدا بس انت تعرف كل كلمه من الكارديك مانيفستيشن، لان هم اصلا هيكونوا متداخلين في بعض. اصل طالما حاجه ممكن تعمل لك كارديك ديزيز اكيد ممكن تعمل لك هارت فيلير مثلا، يعني دي مش حاجه سبيسيفيك خالص، لازم تعرف اي تقريبا اي مرض من هتكلم فيهم النهارده بيعمل لك هارت فيلير، ومعظمهم بيعمل لك كارديوميوباثي برضك، فمفيش حاجه هنا مميزه تتعرف، تمام؟ فانت مجرد ما عرفت اهم حاجه تعرف ان هو بيعمل من يعني انفلاميشن، فممكن يعمل كورونا ارت ديزيز او يعمل لك بيريكاردايتس. اعتقد ده كافي جدا بالنسبه للرمضان. يعني شوف اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله، لو قدرت تعرف دول بس انا كده اكون سعيد بيك، وان شاء الله هتقفل الاختبار. تمام. وحاجه سريعه، احنا ان شاء الله يعني لما هنحاول نحل شويه اسئله في الاخر مع بعض، هتاخد بالك من حاجه، ان لو جت اسئله في ناحيه كيسز، يعني جه قال لك والله مريض فلان جايك عنده كام سنه مش عارف بيشتكي من كذا كذا، حرفيا كلنا ان شاء الله هنقفل الاختبار. هي المشكله لو جه مثلا قال لك سالك بس في الكارديك مانيفستيشن، لان مش هي دي الحاجه المميزه لكل مرض، صعب اعرف المرض من فقط الكارديك مانيفستيشن. لكن زي ما بقول لك بقدر الامكان انت لو عرفت اهم واحده او اهم اتنين غالبا انت خلاص كان ان شاء الله تقفل بتاع 87 9 يعني كام 97 او 98% ان شاء الله من الاسئله اذا مش كلهم، تمام؟ وهنشوف زي ما بقول لك، هتشوف في الاخر برضه لما نحل شويه اسئله مع بعض اعرف الحاجات دول، وانا كده يكفيني جدا، تمام؟ طيب نخش على اللي بعده. ده برضه احنا قلنا بنتكلم في حاجه انفلاماتوري ارثروباثيز. طب هل ديت بتركز قوي على الجوينتس او كده زي الروماتويد؟ لا، هنا بقى انت بتتكلم في حاجه سيستميك، فهيكون ليها بقى ايه مانيفستيشنز في اماكن عامه. نقرا كلام واحده واحده، برضو زي ما قلنا اوت اميون يبقى له من اكتر من مين، نزل شويه في الايه السن، بدل ما كان من 50 ل 70 نزل من 30 ل 50. وخلي بالك ده السن اللي ممكن يكون فيه ريبرودكتيف بقى، الومن ممكن تبقى متخلف فيه والكلام ده. وده يعني ما فيش كلام مهم قوي هنا من ناحيه ديت، غير نقطه نتكلم هنا عليها ان ممكن تعمل لك بريجننسي لوس موجوده تحت، بس هنجي لها في الدور. ولو حاولت ابحث عنها شويه قال لك والله ان لقوا ان في علاقه ما بين الاستروجين وان المرض ده يزيد، يعني سبحان الله رغم الاستروجين غالبا بيحمي الست في الحاله دي، قال لك لا ده بعد ال 50 سنه الاستروجين بيقل والانسيدنس بتاع السيستميك لوبس اريثيماتوسس ده بيقل، فقال لك ممكن يكون ليها في علاقه بالاستروجين. كلام مش مهم بس يعني ايه اعرفها كده لو عايز تحفظها كده. فايه المانيفستيشن بتاعته؟ حاجات بقى سيستميك زي السكين ديزيز، ودي اكتر حاجه يعني غالبا بييجوا يشتكوا منها، حاجه اسمها المالر راش، دي شكل راش معينه موجوده على الوجه، اسم اخر هي باتر فلاي راش، تمام؟ مجرد شكل بتاع راش احمرار على وش، زي ما انت شايف الست اللي هنا ديت وشها احمر ايه جنب الانف كده، فبيعمل لك منظر فراشه، تمام؟ ده اسم ليها مالر راش او باتر فلاي راش نفس الشيء، تمام؟ ممكن يأثر على الايز، يعمل لك فوتوسنسيتيف، دي ديسكويد راش. الفرق بين الراش ديت والراش ديت فقط المكان والشكل، تمام؟ الديسكويد راش بتبقى موجوده على الجلد بتاعك مثلا على دراعك او كده، وشكل الراش مدور ديسكويد، تمام؟ ممكن يأثر على الماوث يعمل لك ألسرز، ممكن هنا بقى زي ما قلنا يعمل لك ارثرايتس، تمام؟ لكن هنا يبقى غالبا مش سيمتريك، تمام؟ بس وممكن ما يبقاش بولي، يعني هنا ممكن يأثر على مثلا جوينت واحد او كده، تمام؟ طيب بيقول لك ممكن يعمل سيروسايتس، يركز يعني يعمل انفلاميشن في السيريس ممبرينز، نفس الكلام احنا طالما هو اوتو اميون كومبلكسز يبقى ممكن يعمل لك انفلاميشن، فبرضه ممكن يعمل لك سيروسايتس، زي ان يعمل لك بيريكارديتس، وهتبقى دي اللي هتكلم عليها موست كومن، موست كومن كارديك مانيفستيشن، زيها زي الايه الروماتيك، يعني حاجه متشابهه جدا، تمام؟ لكن هو بيقول لك انا بشكل عام انه بيأثر على اي سيريس ممبرين سواء باللورا او بيريكارديوم غير، ماشي. رينال انفولفمنت ممكن يأثر على الكيدني زي ما يعمل لك بروتينيوريا، في السي ان اس يأثر يعمل لك سيجر او سايكوسيس، في يأثر في البلاد، بلاد سيستم يعمل لك هيماتولوجيك مانيفستيشن زي الليوكوبينيا يقل عدد الوايت بلاد سيل او الثرومبوسايتس او الريد بلاد سيلز او غيره. خلي بالك يعني سبحان الله يعني ممكن الوايت بلاد سيل، احنا بنتكلم في مرض اميون، يعني تخيل مرض اميون يقتل نفسه اللي هو الاميون سيلز بتموت الاميون سيلز، ف دي حاجه كده يعني سبحان الله. الكلام ده كله ما يهمنيش، تمام؟ حرفيا الكلام ده كله انت بس طالما عارف انه سيستمك يعرف انه ممكن يأثر على اي حاجه، ماوث بقى كيدني سي ان اس بلاد اي جوينتس شغال طالما هو سيستميك خلاص. اللي يهمني ديت حاجه سندروم كده، تمام؟ بتظهر مع بعض الناس عندها سيستميك لوبس ارثروباثيز، وطالما هو سندروم كلمه سندروم دي توحي لك ان هو ده حاجه كلينيكال، يعني بقى بتيجي الناس ديت عندها العرض الفلاني والفلاني والفلاني. طب ايه الاعراض اللي بتيجي مع الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم دوت؟ بيقول لك ان بيبقى فيه ثرومبوسيس وثرومبوسايتوبينيا وايه وبريجننسي لوس، واعرف ان هي سكند ترايمستر، ماشي؟ بس يعني المهم ان تعرف انه ممكن يؤدي الى بريجننسي لوس، تمام؟
هو سندروم كده. هتقول لي طب اشمعنى مثلا حد يبقى عنده سندروم ديت وحد ما يبقاش عنده سندروم ديت؟ طب هل ده عنده انتي بوديز مثلا بتركز على انتيجين معين؟ دي تفاصيل مش هنخش فيها، عشان زي ما بقول لك المرض ده لو هنديله حقه ونحترمه ندرسه زي الناس ونشوف كل تفاصيله. وانا على فكره يعني اي انكورج يو، انا اشجعك انت تروح على النت وكل مره من دول تكتبه كده وتشوف عنده فيديو وتفهمه زي الناس. الامراض دي كلها مهمه بعيدا عن القلب، يعني حرفيا الحاجات دي كلها غالبا مش هتأثر على القلب اصلا، كومبليكيشنز بتاعت الهارت عملت يعني ايه، دي حاجه بعيده. على عكس مثلا كونجستيف هارت فيلر كنا بنتكلم على البلمونري اديما وقلنا نفس الكلام ده، وقلنا البلمونري اديما ماشي ده عرض من الهارت فيلر، بس ساعتها على الاقل كان دايما الهارت فيلر ليها علاقه وطيده، لكن هنا العلاقه ضعيفه. يعني الحاجات دي كلها ممكن تأثر الهارت ممكن لا، وغالبا مش هتأثر لان في حاجات تانيه كتير اهم هتيجي تشوفها يعني في العيان دوت، زي مثلا الحد اللي عنده سيستميك لوبس ارثيماتوسس ده هتشوف عنده الحاجات بتاعت الجلد والحاجات دي كلها، كل ده هتشوفه غالبا قبل الكارديك مانيفستيشن ما تظهر. تمام، بس فانت اعرف خلاص احنا هنحفظ الكلام كده زي ما هو للاسف، انه ممكن اللي عنده الاس ال اي سيستميك لوبس دوت يبقى عنده الانتي فوسفوليبيد انتي بودي. تمام، تقول لي طب ما الفوسفوليبيد دي موجوده في اي سيل، يعني اشمعنى بيوصل الحاجات ديت؟ مش هتخش في تفاصيل، ما تدخلنيش في تفاصيل، انا خلاص اعرفها كده ماليش دعوه. الثلاث حاجات دول ترومبوسيس، ترومبوسيتوبينيا، وبريجننسيوسيس، خلصانه. تمام، نيجي الكاردياك مانيفستيشن برضه زي ما قلنا، بما انه نفس الباثوفسيولوجي ده غالبا ايه نفس طريقه التاثير على القلب، ان هو برضه بيعمل انفلاميشن في الارتريز. تمام، يعمل لك كورونري فاسكولايتس، لكن المور كومون ان هو ياثر على السيريس ممبرين بتاع البيكارديوم، ودي قلناها فوق ان بيعمل لك سيروسايتس. تمام، النسب دي ما اعتقدش انها مهمه قوي، عايز تعرف اعرفها. طالما عمل لك بريكارديتس يبقى غالبا ممكن يعمل لك برضه بريكارد افيوجن. تمام، لكن بيقول لك مش هتوصل لدرجه انت تعمل لك تامبونيت، يعني التامبونيت دي صعبه انها تحصل، لان طبعا التامبونيت دي بتبقى حاجه لازم تكون اكيوت، اللي هو انت مثلا واحد واخد غز تغذى في قلبه فدخل فلويد بتاعه ودخل اير ضغط جامد فجاه، لكن حاجه سيستميك كده كرونيك بتمشي مع الوقت وبتاع، لا القلب هيقدر يعني يتعامل والجسم هيقدر يتعامل انه يلحق يصرف الميه ديت قبل ما تعمل تامبونات، لان التامبونات دي ميه كتيره فجاه، فصعبه تحصل مع حاجه كرونيك زي كده. تمام ماشي، وزي ما قلنا في الكورونري يعمل لك ارتريز، طبعا طالما في انفلاميشن يبقى ده هيزود فرصه الانفاركشن، او يعني طالما الكورونري ارتري سبلاي قل ممكن يحصل اسكيميا ويحصل مايوكارد انفاركشن او انجينا. ماشي، بيقول لك انه ممكن يعمل حاجه اسمها سيستميك سكليروسز، يعني سكليروسز اللي هنتكلم عليها يعني اذا كنا اوريدي اتكلمنا عليها في المحاضره قبل كده، ناحيه سكليروسز اللي هو ايه زي مثلا في النك، لو اللي ذاكر منكم محاضره النك بتاعت الجراحه، بيقول لك انت مثلا في عندك سيست فتحط حاجه اسمها سكليروزنج ايجنت. كلمه سكليروسز دي يعني ايه؟ يعني كانك بتحط بروتين ينشفه شويه. تمام، فطبعا هنا تبقى حاجه باثولوجيكال ان هو بيحط يعني طالما في انفلاميشن فممكن ايه يحصل ديبوزيشن لشويه بروتين، وبرده سيستميك طالما هو مرض سيستميك. بس ما يهمني، انا يهمني اهم حاجه او اهم حاجتين بريكارديتس وليه والكورونري ارتري ديزيز. تمام، وطبعا كده بريكارديتس دي نشوفها يبقى معاها بريكارد ريفيوجن، الاثنين دول مع بعض يعني. تمام، اي حاجه تشوفها دي تبقى غالبا هتعمل لك دي برضه. وجي في الاخر كده قال لك تاني بريكارديتس بريكارد ريفيوجن. تمام، شايف فايبروسيس زي بسبب السكلروسيس اللي حصل دوت، طبعا طالما اثر على الارتريز ممكن يعمل لك اسكيميا. تمام، او ممكن بقى في مرحله متاخره يوصل للكونتاكشن ديفيكتس. الكونتاكشن ديفيكتس دي مش بتحصل مع حاجات كتير خلي بالك، يعني هنا غالبا بتبقى حاجات معينه هنتكلم فيها زي مثلا الانكروزنج دي لسه جايه في الطريق ايه. بس المهم يعني ان ايه الكونتاكشن ديفيكتس ديت مش حاجه كومن هنا، فعشان كده مش بقول لك بلاش تقعد تحفظ بقى كلهم، يكفي عليا ان انت تقرا ايه اهم حاجه واهم حاجتين. احنا كده خلصنا المرض التاني، نكتب الكلام المهم اللي فيه سيستميك لوبس اريثيماتوس. تمام، مع بعض اهو انا مش فاتح البي دي اف فنحفظه مع بعض، يبقى برضك الفيميل اكتر من ميل. تمام، لكن نزلنا شويه في السن قلنا من 30 ل 50 ليها علاقه بالايه بالاستروجين شويه. تمام عظيم، ايه تاني؟ افتكرنا ان هو بيعمل لك انفستيشنز كتير جدا مش هنحصرهم، غير اهم حاجه الانتي فوسفوليبيد ايه انتي فوسفوليبيد سيندروم ده. تمام، وكان معاه ثلاث حاجات اللي هم عفوا ثلاث حاجات اللي هم بتوع الثرومبوسيتوبينيا والثرومبوسيس صح، ايوه، وعلى البريجننسي لوس الواحده اللي تكون حامل وخلصانه الواد مات. طيب دي من ناحيه، طب من ناحيه الكارديو انفيكشن قلنا ان هو طالما هو اميون برضو وبتاع اميون كومبلكسس يبقى غالبا برضو هيعمل انفلاميشن زي الروماتويد شويه، فيعمل برضو كورونري ارتري ديزيز شويه، لكن المور كومون يعني دي اعرفها لان ممكن يجي سؤال واضح صريح يقول لك ايه الموست كومون، الموست كومون بريكارديتس، هنكتبها الاول عشان ما ننساش بريكارديتس، طبعا معاها البريكارد ريفيوجن. تمام، وكورونا ارت ديزيز ممكن يعمل لك حاجه زي الكونتاكشن ديفكت وكده ماشي، بس دي بتبقى مراحل متاخره جدا، وبتبقى بقى لما يحصل السيستميك سكليروسيس دوت، لان انت هنا
الحاجة اللي بتغير اللي بتعمل تغير أو تعمل مشكلة في الكونداكشن ديفيسيت تبقى حاجة لازم إيه أو غالبا يعني بتبقى حاجة بتغير في الاستراكشر بتاع القلب. يعني أنت القلب ده المفروض فيه مايوكارديال تيشو كده تمام، بارينكيما سليم، أنت غيرته وحطيت فيه مثلا بروتين، حطيت فيه حاجات تانية فأثرت على الكونداكشن بتاع القلب. هنيجي الأمثلة جاية في الطريق. انا كده خلصت تاني مرض، شوف ايه اللي عرفت التلات حاجات دول خلصان، انا مش عايز اكتر من كده. طبعا المانيفستيشنز الاخرى اللي تعرف بيها المرض ذات نفسها مهمه، يعني معلش ممكن نزود هنا سطر واقول لك المرض الراش دي بتبقى حاجه كومون جدا تمام، عشان لو من ناحيه لو جات لها كيس، يعني احنا لو جات لها كيس احنا كلنا هننبسط صدقني وهنقدر نحدد ايه المرض دوت تمام. الارثرايتس لو هنا ممكن يبقى اي سيمتريك، خلينا ممكن يبقى سيمتريك لكن غالبا تبقى اي سيمتريك تمام، ارثرايتس وحاجات تانية كتير مشاكلها معاهم كلهم بقى، كيدني ديزيز، اورال السر، مش مهم، المهم ان حاجة تبقى سيستميك وهتشتكي من حاجات كتير جدا. انا كده خلصت تاني مرض ومش عايز حاجة اكتر من كده تمام. طيب نخش على المرض التالت. المرض التالت برضك اوتو اميون، برضك ممكن يعمل لك ارثرايتس، لكن هنا نتكلم على نوع معين اسمه انكلوزنج سبوندلايتس. كلمة سبوندلايتس معناها انه بيأثر على سباينال كورد، او يعني مش سباينال كورد اللي هو السباينال فيرتبرا يعني تمام، عمودك الفقري. وانكلوزنج دي معناه ان بيحصل فيها شويه من كده من الفايبروسس. المهم اللي بيحصل في المرض ده ان برضه بيطلع اوتو اميون، لكن بدل ما بتهاجم على اي يعني مكان معين مثلا في الجوينتس، لا بتروح جوينتس معينه جدا بتاعه الايه السباينال كورد او بتاعه السباينال فيرتبرا، زي ما انت شايف الصوره هنا بيحصل فيها انفلاميشن اهو وفايبروسس، وتبقى كلها ايه متحجره كده، ما بتبقاش حركيه وسهله، لا يعني فيها نوع من انواع التصلب، تبقى ناشفه كده تمام. لان الجوينتس اللي ما بين كل ديسك والتاني او الديسك اللي ما بين كل بون عظمه فقريه والتانيه بيحصل له ايه بينشف شويه وما بيقدرش يتحرك، هو ده اللي بيسمح بالحركه اصلا بس. فده المرض يعني بشكل ملخص جدا، عايز تخش يا ريت تخش ابحث عنه وافهم عنه اكتر، لكن احنا نشوف هنا اللي قدامنا في المحاضره عشان ننجز. فهنا بقى اختلفنا، هنا بقى يعني هنا افتكر ان مين اكتر ومين عايز تحفظها. انا شخصيا ممكن احفظها ان ايه، ممكن مثلا الرجاله بقى وزنهم اكتر فمثلا بيشيلوا وزن اكتر فبيضغطوا مثلا على سباينال فيرتبرا اكتر، فممكن مثلا تبقى فرصه ده بيزود فرصه حدوث المرض ده في المين اكتر ومين. دي هبدا انا هبدا، انا ما اعرفش اذا دي صح ولا غلط، لكن انت احفظها باي شكل يريحك تمام. طيب نزلنا في السن تاني، بدل ما كنا 30 ل 50 لا نزلنا في السن، فاحنا ماشيين بالترتيب اهو 50 ل 70 في الروماتويد، 30 ل 50 في السيستميك لوبس، 20 ل 30 اهو في الايه في الانكيلوزنج تمام. برضه عايز تحفظ السن لانه السن صغير قوي، انا شخصيا ممكن احفظها ان ايه، انا شخصيا عندي اصحابي يعني ربنا يديهم الصحه بميتين، اللي هو ايه ما مش عارفين نتحرك، نيجي نخرج بتاع يا جماعه انا عايز اريح لي حبتين، نطلع على السلم يقعدوا ينهجوا، فتحس ان ايه عنده انكلوزنج سبوندلايتس يعني. فانت شوف صاحبك اللي تحسه مشلول كده ربنا يديه الصحه وافتكر ان هو رغم انه شاب 20 ل 30 سنه مع ذلك عنده الانكلوزنج سبوندلايتس تمام. المهم ان الحاجه الاساسيه طبعا اللي بتيجي المانيفستيشن اكزيال سيمتوم، يعني اكزيال زي اكزيال وبريفرال او السنترال وبريفرال كده، اللي هو ايه حاجه في جسمك الاساسي اللي هو في الترنك يعني والهيد طبعا. فالاكزيال سيمتوم هتكون موجوده في السباينال كورد او في السباينال فيرتبرا يعني، اللي هو بس بالتحديد فين، لو من تحت تمام. فدي تبقى غالبا عشان دي اكتر حته مضغوط عليها، يعني دي اللي من تحت كل ما بتنزل تحت كل ما بتبقى شايله وزن اكتر تمام، فاعتقد عشان كده بيكون ايه اللو هو اكتر حته يعني تحت خالص بقى، شوف هنا مربع تحت خالص يعني تمام. طيب ساكرولايتس ده طبعا الجوينت اللي بيتاثر تحت ناحيه الساكرم بقى والاليم وكده. وورس وذ ريست، خلي بالك من حاجه دي مش فقط تنطبق على ديت، دي تنطبق على اي حاجه اوتو اميون، اي حاجه اوتو اميون لما واحد بينام كده حبه حلوين يصحى او يريح ريست بشكل عام، يصحى يلاقي الالم اكتر حاجه، يبدا يتحرك شويه الالم يخف. ليه؟ لان الاوتو اميون كان متراكم في الحته، ولما بدا يتحرك الاوتو اميون وحصل له ووشنج اوي يعني مشي من المكان، فبيخفف شويه من الانفلاميشن تمام. فكل اللي احنا بنتكلم فيهم لغايه دلوقتي بيبقوا أسوأ مع الريست، او مع يعني بيحصل حاجه اسمها مورنينج ستيفنس، اول ما بيصحى من النوم بيكون كان ريست بقاله فتره، فايه المرض بيزيد او الانفلاميشن بيكون في اعلى درجاته تمام. طب ده الاكسيال. البريفرال بقى ممكن بيأثر على اي جوينتس اخرى يعني مش مشكله برضه تمام، بس برضه تبقى سيمتريك، يعني الحاجه الوحيده اللي سيمتريك لغايه دلوقتي اتكلمنا عليها روماتويد، دي حاجه مميزه ليها تمام. وبيقول لك برضه في اللور برضك تمام، بيقول لك ممكن يعمل اوليجو ارثرايتس. ايه اوليجو ارثرايتس دي؟ ده على عكس بولي ارثرايتس، يعني مثلا ممكن يأثر على جوينت اتنين بالكتير، لكن حاجات تانية كنا بنقول بولي كتير بقى جوينتس كتير. وانفيسايتس ايه ده؟ دي عبارة عن برضو انفلاميشن في جوينت، لكن بالتحديد الانكي الاكيليز جوينت اللي هي بتاعت الكعب ده تمام.
اللي من تحت خالص. فبس بيقول لك يعني ان هو في الاكسيال في السباينال كورد، في البريفيرال تحت بقى ممكن ايه تحت خالص، بس دي حتى مش مهمه قوي. طب بعيدا بقى عن الجوينتس، في حاجه تانية ممكن يعمل لك مشكله برضو في الاي، يعمل لك في الباودز، في الجي اي تي، قشطه شغال، مفيش حاجه يعني مميزه قوي. خلي بالك احنا كل امراض بنتكلم عليها لغايه دلوقتي اسمهم سيستميك، يعني حتى الروماتويد مش فقط هيأثر على الجوينتس، ممكن برضو الروماتويد يأثر زي ما احنا اتكلمنا على القلب او حاجه تانية، فكلهم سيستميك، بس فكره الايه الموست كومن. فالروماتويد لا غالبا هيكون مركز على الجوينتس اكتر بكتير، السيستميك لا حاجات كتير وغالبا بقى السكن وحاجات تانية. تمام، هنا الانكلوزنج يبقى على العمود الفقري، لكن دي حاجات ايه يعني موجوده متاحه، يعني اوبشن انها تكون موجوده، اه موجوده بس كده. الميكارديك مانيفستيشنز بقى، طب سبحان الله رغم انها نفس بس في السيولوجي ونفس يعني كل حاجه اتكلمنا عليها من ناحيه الاوتو اميون وكده، لكن المانيفستيشن مختلفه خالص. الاثنين اللي فاتوا قلنا اوتو اميون، اميون كومبلكس ماشي في الدم فيعمل لك ارترايتس مثلا، انفلاميشن في الكورونري ارتري، او يعمل باريكارديتس. تمام، هنا لا قال لك حاجات مختلفه خالص. كوندكشن ديفيكتس اللي احنا قلنا عليها انها غالبا تحصل مع الحاجات اللي تبقى تشنج في الاستراكشر بتاع القلب. تمام، لكن هي كده هتقول لي اشمعنى، اقول لك ما مش دعوه، مش هخش في تفاصيل دلوقتي، لما ندرس المرض لوحده ان شاء الله لما نخش في تفاصيل واشمعنى وليه، طب واللي الباثوفيسيولوجي اختلف في ايه هنا، ماليش دعوه خلاص، احفظها بقى بالشكل اللي يريحك. انا شخصيا يعني ايه هنشوف دلوقتي ممكن نحفظهم ازاي. فالمهم جاي لك الانكلوزنج لا بدا يأثر بقى عليه الكوندكشن شويه، بالتحديد الايف بلوك. تمام، الايف بلوك، ما هو الايف بلوك ده نوع من انواع الكوندكشن ديفكت، فانت خلاص ممكن تحفظ الايف بلوك ده وتطنش الكوندكشن ديفكت. يعني الايف بلوك اللي هو الانتر فنتريكل، انت عارف طبعا القلب بيبقى فيه بقى كذا مش عارف الاس اي نود والاي في نود والكلام ده، فبيجي يعمل بلوك عند حته الاي في نود. تمام، ممكن تحفظ اللي هو مثلا حته الاي في ديت كانها في العمود الفقري اللي في نص القلب، زي ما بتاثر على عمودك الفقري من تحت، فهنا برضه بتاثر على السيبتم كده بتاع القلب، او جينا حبينا نرسم القلب هنا. معلش انا هحاول اشوف لك طريقه تحفظها بيها، عايز تحفظها باي طريقه اخرى قشطه، يعني اذا قدرت تخش وتعرف السبب الحقيقي يا ريت وتفيدنا معاك. تمام، لكن انا مش عايز اخش التفاصيل دي كده دلوقتي. فانت عندك القلب كده، معلش طمن دلوقتي. تمام، معلش اوصل على الرسمه، وعندك العمود الفقري بتاعه في السيبتم هنا اهو، فهو بيقول لك بيعمل ايه مشكله هنا في الايه، في الاي في بلوك. فدي زي الانسان برضو ايه بتعمل له مشكله في عمود الفقري، فتقدر تحفظها كده، احفظها كده انت حر. وقال لك ممكن حتى تعمل ايه اورتيك ريجرجيتيشن، ايه علاقتها برضه، مش هتخش التفاصيل واشمعنى ومش اشمعنى بس اعرف. طيب بقول لك هل لازم اعمل سكريننج للقلب عن طريق مثلا ترانس ثوراسيك ايكوكارديوجرافي وكده؟ لا، ليه؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك لان مش هي الحاجه الاساسيه اصلا، هنتكلم على القلب ان هو دي حاجه كومبليكيشن ممكن يحصل، لكن هيجوا بحاجات تانيه زي الجوينت بين اكتر بكتير يعني. فانا مش هعمل له سكريننج غير لو في حاجه تقول لك ان تعمل كده، في عنده مشكله في القلب، فانا هعمل اي سي جي وايكو كارديوجرافي قشطه، لكن غير كده انا مش محتاج ابص على القلب من غير سبب يعني، لان هو المرض اصلا مش غالبا مش هيأثر على القلب يعني. تمام، بيقول لك التريتمنت بتاعه برضه زي الاثنين اللي فاتوا، بتعمل سبريشن للاميون سيستم شويه من ناحيه بقى حاجه انتي انفلاماتوري او غيره. تمام، بس فانت تعمل اميون سبريشن، مش هتركز مع القلب، انت طالما عالجت المرض ذات نفسه عن طريق ان خففت انفلاميشن، يبقى انت كده برضه ايه يعني انت كده خففت من حده الموضوع، لكن الموضوع ملوش علاقه قوي بان انت بتعالج القلب، يعني انت زي ما بنقول ده كومبليكيشن ممكن يحصل ممكن ما يحصلش اصلا، ما لناش دعوه بيها. يعني خلاص المرض الثالث، طب نشوف ايه الحاجات اللي هنحفظها تبعه. نكتب انكلوزنج سبونديلايتس. تمام، طيب عظيم، الانكلوزنج سبونديلايتس خلينا نكتبها بالكابيتال ليتر ولا مش مهم خلاص عشان ما نضيعش وقت. يبقى الانكلوزنج سبونديلايتس قلنا ان هو دي الوحيد اللي ميل اكتر من فيميل لغايه دلوقتي. تمام، الايتيولوجي بتاعه صغيرنا في السن عند اصحابنا اللي بنشوفه في الكليه، حبايبنا اللي بنحسهم مكسرين من ايه 20 ل 30 سنه او اصغر، ممكن اصغر او اكبر يعني، بس يعني دي الرينج بتاعنا. طيب ايه تاني؟ طبعا الحاجه الاساسيه اللي هو بيحصل في الايه اللور باك بين، خلينا نكتبها كده اهو. تمام، دي الحاجه الاساسيه في الاكسيال ماشي. ممكن بقى بريفر لحاجات تانية زي الانترايتس، اسمها ايه انترايتس ولا كان اسمها ايه عشان نسيتها، اللي هي انثسايتس اللي هي بتاعت الاكيليز دي، بس دي زي ما بقول لك حاجه مش اساسيه يعني. تمام، نرجع تاني. طيب اذا كده عرفت الحاجه المانيفستيشن الاساسي بتاعه. تمام، ايه تاني؟ بس كده يعتبر بقى الكونتاكت الكاردك بقى مانيفستيشن، احنا قلنا دي الحاجه الوحيده اللي بعيده عن الهارت الكاردك ديزيز، عفوا الكورونري ارتر ديزيز والكلام ده، فهنا مختلفه شويه، بيدي له مثلا بيجي له حاجات زي الكونتاكشن ديفكت زي الايه الاي في بلوك
عايز تحفظها برضو ان ده مثلا الانكريزنج سبوندلايسيس، يعني تقدر تعملها اختصار اي اس حرفين، فاللي هو ممكن يعمل لك مشكله في الاي في بلوك، تمام؟ ممكن حتى هو كتب لك ايه اورتيك ريجرجيتيشن، تمام؟ فعايز تحفظها كل حاجه ايه اي اس اي في بلوك اي ار ريجرجيتيشن كده، ايش تحفظها كده، احفظها بطريقه تريحك، تمام؟ بس لكن احنا كده اول 3 امراض اعتقد ان شاء الله مفيش مشكله من ناحيه الحفظ، يعني ركزنا على الكلام المهم بتاعهم. لو حفظت الحاجات ديت اعتقد هتحل معظم الاسئله ان شاء الله بدون اي مشاكل خالص. وزي ما قلنا ان شاء الله تيجي كيسز بحيث ان الموضوع يبقى اوضح شويه، بدل ما يقعد يركز في حاجات غريبه ويقول لك الكارديك مانيفستيشن ده بيحصل مع انهي مرض والكلام ده، لا ان شاء الله تيجي كيسز وهنرتاح كلنا. طيب احنا كده يعتبر خلصنا نص المحاضره، الباقي ده كله اصغر شويه ومش هي مش ما فيهوش كلام كتير قوي زي اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب قال لك طب احنا خلصنا كده الانفلاماتوري ايه ارثرايتس ولا ارثروباثيز، فكده قال لك نخش على حاجه تانية سيستميك فاسكوليتيز. طبعا كل حاجه بنتكلم فيها النهارده سيستميك، تمام؟ بس هنا الاختلاف ان هو بيركز على الفاسكوليتيز، يعني ايه يعني كان زي فاسكولايتس زي جمع فاسكولايتس كده فاسكوليتيز، ماشي؟ او ممكن اكون بقراها غلط، مش مهم. المهم يعني بيحصل مشكله في الايه في الارتريز والبلود فيسلز، اوكي؟ بس لكن برضو مشكله بتبقى غالبا اوتو اميون. هل عن طريق برضو اميون كومبلكسز؟ لا، هنا الباثوفيسيولوجي مختلف شويه، ان هنا الموضوع ملوش علاقه بالايه بالاميون كومبلكس، لا ده هنا الوايت بلاد سيل مباشره بتهاجم في البلاد فيسل، تخش تيجي كده البلاد فيسل معززه مكرمه، عندك هنا ارتري اهي، تيجي الوايت بلاد سيل هنا ايه تنفخ على طول في البلاد فيسلز في الوول بتاعها، تمام؟ فهنا الموضوع ملوش علاقه، يعني حتى هتاخد بالك هتلاحظ ان الكارديك مانيفستيشن تكون مختلفه تماما، تمام؟ فبس بحب اديك فكره عن الباثوفيسيولوجي عشان حتى تقدر تحفظ بيها شويه المانيفستيشن اللي ممكن تحصل، تمام؟ طيب فبيقول لك اول مرض عندك اسمه بول ارترايتس نودوس، ماشي، ده عباره عن مرض سيستميك، وان هو بيبقى فيه نيكروتايزنج انفلاميشن بلاد فيسل، بيبقى فيه انفلاميشن برضه بس عن طريق مش اميون كومبلكس، لا بتيجي الوايت بلاد سيل تموت البلاد فيسل، نيكروتايزنج تيجي تموتها على طول، تمام؟ عظيم. طب بول ارترايتس نودوس ده بتاثر على ايه؟ السمول ميديوم فيسل. هي الصراحه يعني ايه في تقسيمه كده لما بقى ندرس بقى ان شاء الله، اعتقد درسناها المفروض لكن معظمنا مش فاكر فكره تقسيمه الايه تقسيمه الباثولوجيز بتاع البلاد فيسل، بيقسموها على هي بتاثر على انهي فيسلز، الكبيره ولا الصغيره ولا يعني احنا ممكن بقى لحد فيكم يفتكر التكاثر والارترايتس والكلام ده خدناها شويه في الماسكو سكيليتال تقريبا ولا في الكارديو مش فاكر. المهم يعني ان لما تدرس الموضوع ان هو فيسلز بيحصل لها انفلاميشن بتقسمها على اساس الحجم، بتأثر على اللارج ولا الميديوم ولا السمول، تمام؟ فاحنا زي ما انت شايف هنا اللي هتكلم عليه دلوقتي حاجات بتأثر في الميديوم، البولار ارتريس نودوس، وبرضه هتكلم في تاني حاجه اسمها كاواساكي ديزيز، الاثنين دول بيأثروا على ميديوم فيسل. وجايب لك المحاضره بيأثر برضه على السمول، ماشي، بس هي في الغالب ايه بتبقى الميدل، تمام؟ ميديوم فيسلز. هتاخد بالك برضه ان في حاجه اسمها بهشت سندروم، دي تقريبا كلمه تركيه، هو في المحاضره حرفيا كاتبها كده كلمه لوحدها مش كاتب عنها اي حاجه، فخلاص اعرف ان في حاجه اسمها بيشت سيندروم برضو بتاثر على البلاد فيسلز، ممكن تعمل لك سيستميك فاسكولايتيز، ماشي، او سيستميك فاسكولايتيز. بيقول لك هنا فاريبل فيسل، يعني ممكن تاثر على فيسلز كبيره صغيره متوسطه مش مهم يعني، بس لكن مش هنخش فيها طالما هي مش موجوده في المحاضره بالتفاصيل، مش هنتكلم فيها بالتفاصيل عشان ما نضيعش وقت، تمام؟ او مش عشان ما نضيعش وقت، عشان مش وقته هنا، يعني احنا عادي ممكن نشرح محاضره ساعتين ثلاثه حتى لو المحاضره مش مذكور فيها، لكن مش وقته. لما نيجي ناخد المحاضره بقى كل مره من دول لوحده ان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر لما نشرحها ساعتها، تمام؟ طيب البولار ارتريس نودوس دوت بيموت لك بلاد فيسل، قشطه، بيأثر على الميديم فيسل بالتحديد، ممكن برضه سمول، فبرضه يأثر على الكوروناري ارتريس، لكن مش عن طريق ان بيحصل زي ما قلنا خلاص ما بيحصلش اميون كومبلكسز، لا بيحصل الوايت بلاد تخش تموت على طول في الفيسلز، تمام؟ فممكن برضه تعمل لك انجينا ومايوكاردر انفاركشن لان البلاد سبلاي بتاع القلب بيقل، عظيم. ده ممكن بقى يؤدي لحاجات زي اريثميا، كونجستيف كارديك فيلير، ممكن يعمل طالما في انفلاميشن ممكن يحصل بيريكارديتس، دي حاجه اساسيه، وبرده ممكن في مراحل متاخره يعمل لك كوندكشن ديفكت. فهتلاقي ان الكلام هنا يعتبر متكرر من فوق، يعني اللي فوق برده اتكلمنا في حدوث مايكاردر انفاركشن، اتكلمنا في حدوث بيريكارديتس وبيريكارديال انفيوجن، اتكلمنا في حدوث كوندكشن ديفيسيت، لكن هي فكره ايه الحاجه اللي غالبه، عشان كده مش عايزك تقعد تحفظ، بالعكس ده ممكن يلخبطك انت تقعد تحفظ ان المرض ده بيعمل كل ده، لا انا عايزك تعرف اهم واحده او اهم اثنين. فهنا انت هتركز بقى على البلاد فيسل، احنا فوق ركزنا على ان يحصل بيريكارديتس وبيريكارديال افيوجن، في الانكلوزنج طبعا قلنا ان لا ده حاجه اكسبشن كده بيركز على الاي في بلوك والاورتيك ريجيتيشن، ماشي، لكن احنا هنا بنتكلم على البلاد فيسلز بالتحديد بقى، يحصل فاسكولايتس ويحصل ايه مايكارد انفاركشن وانجينا، بس كده. اهو باشا الديزيز دي من انواع السيستميك فاسكولايتيز، تمام؟
قال لك مش هتكلم فيها بالتفاصيل، قال لك ممكن برضو الامراض دي تعمل لك ايه اورتيك ريجيتيشن شغال تمام. فدي يعني زي ما عمال اقول لك اعرف اهم مرض او اهم اتنين مانيفستيشن ممكن تحصل تمام. الباقي كده مر عليه مرور الكرام، اللي هو بحيث ممكن يجي يقول لك المرض ده ممكن نعمل كل الاتي ما عدا كذا، فانت تبقى عرفت الاتي يعني اللي هو ايه ما عدا كذا، تبقى ممكن تكون شفتهم حتى تفتكرها. لكن صعب يجيب لك سؤال زي كده يعني، لان الصراحه زي ما بقول لك الامراض كلها متداخله في بعض يعني. عادي طالما مرض اثر لك على الكورونري ارتري ممكن في مراحل متاخره ياثر على الكوندكشن ديفيس او يعمل لك كوندكشن ديفيكت يعني، وبالعكس لو حاجه عامل كوندكشن ديفيكت ممكن تاثر على عضله القلب وتخليها مثلا يا اما تزيد في الريتم او تقل في الريتم وخليها برضو تموت شويه وهكذا، بس هتبقى مثلا في مراحل متاخره وهكذا، فكله متداخل. لكن اعرف ايه الموست كومن يعني كده، خلصنا مرض منه بولي ارثرايتس نودوزا، معلش اللي فتح دوت لا كناش دعمه. يبقى نكتب اللي احنا عايزينه في البولي ارثرايتس نودوزا، ما اتكلمناش فيه حرفيا غير كلمتين، ان هو سيستميك يعني مشكله في البلاد فيسل، فخلينا نقول الفاسكولايتس هي اهم حاجه بالتحديد في الميدل والسمول ماشي، لكن بالتحديد في الميدل يعني او في الميديوم ماشي. بس كده يعتبر، حتى ما اديناش لا ايتيولوجي ولا اي حاجه. الموست كومون كاردياك مانيفستيشن بقى ان يحصل ايه الكورونري ارتري ديزيز بقى تمام، انفلاميشن في الكاردياك، فممكن يؤدي بقى الاريثميا مايوكارديال انفاركشن. لكن طالما عرفت ان هو بيحصل على الكورونري ارتري يبقى تعرف اوتوماتيك انه ممكن يعمل الحاجات دي كلها تمام. بس مش عايز حاجه اكتر من كده في البولار تيست ندوس، خش على اللي بعده، وهو مشكله برضو اخرى في السيستميك بلاد فيسلز تمام. ما تنساش ان في حاجه اسمها بيشنت ديزيز، معلش عشان ايه لو يعني جت، لكن هي مذكوره كاسم كده يعني. حاجه اسمها كاواساكي ديزيز، وهي يعني متشابهه زي اللي فاتت، واحنا قلنا اوريدي ان هي بتاثر برضك على البلاد فيسل، لكن بالتحديد ايه يعني فينها في الميديوم فيسل برضه، فهي زي البولي ارترايتس. هتقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك بتيجي في مين، دي اهم حاجه، دي تشايلد هود فاسكولايتس يعني. يعني دي غالبا محاضره او مرض ده غالبا هيدرسه اكتر من ناحيه النفرولوجي بقى، او من ناحيه البيدياتريكس، لان هو بيأثر على الاطفال اكتر، واكتر حاجه بيأثر اكتر اورجان بيأثر عليه بيكون الكيدني، لان يعني الكيدني فيه ميديوم سايز ارتريز كتير بيركز عليها تمام. ممكن ده يؤدي الى ان هي يحصل فيها هارت فيل، ممكن هو ده الطريق يعني، ان هو بيأثر على الكيدني الاول بعد كده بيأثر على هارت، فدي شيء محتمل لكن مش موضوعنا. المهم ان ده بيأثر على التشايلد هود اقل من 5 سنين، وبيقول لك ان مين اللي كورونري ارتريز، وان انا يعني بحثت في كذا مصدر كله قال لك الكيدني هي الاساس، بس خلاص يمكن يعني هو بيتكلم من ناحيه ايه الكارديك مانيفستيشن، ف ماشي خلاص طالما احنا بنتكلم فيها ان هو فاسكولايتس يبقى بيأثر في الكورونري ارتريز شغال. ريلي ان ادلت طبعا احنا بنقول اخر من 5 سنين، بيقول لك ان ايه بيبقى فيه شويه ريسبيراتوري وجاسترو انتستاينال انلس. طب ايه يعني ايه اهميه الموضوع ده؟ هي الفكره كلها ان ممكن تساعدك في الديفرنشال دايجنوست، لان سبحان الله جاي لك البولار تريس ندوسه اللي احنا لسه متكلمين عليها هديت، من الحاجات الغريبه بيقول لك ما بيشوفش معاها اي مشكله في اللانجز، يعني حاجه كده خدوا بالهم منها، قال لك كل الناس اللي عندها بولي ارتريتس نودوزا ما بتاثرش على اللانجز، اللانجز بتاعتهم سليمه زي الفل تمام. لكن الكواساكي لا بيبقى فيها، بس فدي حاجه كده ممكن تساعد في الديفرنشال دايجنوسيس شويه يعني. غير طبعا اهم حاجه ان ده بيحصل في التشايلد وده بيحصل في الادلت غالبا تمام. بس بيقول لك ان حتى لو حصل يعني بيبقى سيلف ليميتد وبيمشي لوحده مش مشكله. طبعا حاجه سيستميك وبتاثر في بلاد فيزنز، مش هتاثر فقط على القلب، ممكن تاثر حاجات تانية زي ممكن تعمل لك فيفر طالما في انفلاميشن، ممكن تعمل لك ميكوسايتس وتاثر على التنج اللسان، تعمل لك حاجه اسمها ستروبري تنج زي الصوره اللي هنا ديت تمام، او تعمل لك اريثيما في الجلد طالما في انفلاميشن في البلاد فيزنز، حاجه كله سيستميك يعني. برضه البولار ريتس ندوسه ممكن تعمل الكلام ده تمام، فمفيش حاجه مميزه قوي يعني. الكاوساكي ديزيز بيقول لك برضه من ناحيه المانيفستيشن بتاعت القلب برضه ان هو بيأثر على الكورونري ارتيز، ان هو عباره عن انفلاميشن في الفيسلز تمام. الجمله دي مهمه معلش، ان هو مور كومون ذان روماتيك فيفر از ا كوز اوف اكوايرد هارت ديزيز، يعني انا لو جيت قلت لك وات از ذا موست كومون كوز اوف اكوايرد هارت ديزيز تقول لي كاواساكي ديزيز مش روماتيك فيفر. طبعا دي جول يعني، المعلومه دي ممكن تختلف من مكان لمكان، هل انت بتركز مثلا في سن معين اقل من 5 سنين، ولا مديها مدي وراح مثلا لغايه 20 سنه، فانت بتقارن ايه بالظبط بايه يعني، فاهم قصدي؟ لان هنا احنا بنتكلم في حاجه بتحصل في الاطفال اقل من 5 سنين غالبا، لكن الروماتيك شغال معاك لغايه ممكن 15 20 سنه تمام. فممكن الكلام ده مأثر على معلومه زي ديت، لكن خلاص طالما هي مذكوره كده في المحاضره اعرفها كده، المور كومون ذا روماتيك فيفر از ا كوز اوف اكوايرد هارت ديزيز تمام. بس احنا كده خلصنا كواساكي برضك، وايه ندي عنه كلمتين مهمين اللي نعرف يبقى كواساكي ديزيز ايه المميز اللي فيه، ان هو يونج تشايلد هود بيأثر على الاقل من 5 سنين،
وطبعا فاسكولايتس بلاد فيسل برضه زي البولي ارترايتس، ايه نودوزا فانكت تحتها فاسكولايتس يعني. تمام، ايه تاني؟ ان هو معتبر دي الحاجه الاساسيه يعني، وبتأثر على الكورونري ارتريز ماشي، في معاه ريسبيراتوري، ممكن تلاقي معاه ريسبيراتوري مانيفستيشن او جاسترو انتستينال. تمام، على عكس البولي ارترايتس دي معلومه مش موجود او مش مركزين عليها في البي دي اف، لكن انا عايزك تعرفها معلش يعني، على الاقل تبقى حاجه من الحاجات القليله العلميه اللي هنقولها اللي ممكن تفيدنا ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا، طيب ما فيش معلومه تانية، هو بس كده مش محتاج نعرف حاجه تانية على الكواساكي ديزيز. مش طبعا بيأثروا على الكورونري ارتريز زي الفاسكولايت، طالما الفاسكولايتس يبقى كورونري ارتريز ديزيز، فهي برضه ايه مش هنخسر حاجه نكتب كورونري ارتريز ديزيز. ماشي كده خلصان، يبقى يعني كده خلصنا سيستميك فاسكولايتس. اه معلش، اهم معلومه حرفيا، دي اهم معلومه، ان هو مور كومن او موست كومن، خلينا نقول موست كومن كوز اوف اكوايرد ديزيز. هو قال ان مور كومن ذان روماتيك، فهل هي معناها ان هي الموست ولا في حاجه فوق الاثنين؟ مش متاكد، لكن خلينا نعرفها كده، لان هو خلاص طالما هي جابها كده في المحاضره يبقى هي موست كومن. تمام، ده اللي تعرفه عن كواساكي وعن بس يعني. احنا بص المحاضره كلها قربنا نخلصها خلاص، وكلام كله ايه سطرين ثلاثه في كل مرض. ماشي، تخش على اللي بعده. اندوكراين بقى، هنا حاجات احنا عارفينها وعارفينها من زمان ومفيش في اي مشكله خالص. رقم واحد اكروميجالي، احنا عارفينها ودرسناها في الاندوكراين، ان بيبقى في زياده في الجروث فاكتور والكلام دوت، فالشخص بيبقى حجمه كبير، مش عارف لارج هاندز فيت الكلام ده كله. على عكس الحاجه الثانيه لو تفتكر كان اسمها جايجانتيزم، ده كان بيحصل في السن الصغير او يعني قبل البيوبرتي، لكن ده بيكون بعد البيوبرتي، فعظامه بيبقى شكلها غريب كده شويه. مش هخش في التفاصيل دي كلها تاني عشان مفيش وقت او مش عايزين نضيع وقت كتير. فهنا بيكون المشكله ايه بقى، تكون ان القلب بيحاول يضخ، الجسم كبير يعني، القلب مش متعود ايه ده، الجسم كبر فلازم يوصل الدم المسافات ابعد، فلازم يكبر بقى يشتغل ويبقى فيها ضغط زياده. فايه بيبقى فيه ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، القلب بيكبر، البامبريشر طبعا هيزيد شويه عشان يحاول يعوض يوصل الدم يعني. تمام، هي الكلمه الاساسيه هايبرتروفيك كارديومايوبثي، ان هو بيحاول يعوض للجسم كله، ف ما لازم يكبر حجمه، يكبر طبعا، يكبر طبعا، ده ايه نوع من انواع الكارديوميوبثي. تمام، مع ذلك بيبقى فيه هارت فيلير. انت هتقول لي يعني ايه هارت فيلير، ما هو شغال اهو، كبر حجمه ويعوض المشكله. اقول لك لا، ما هو ممكن يكبر بس ما يقدرش يعوض، انت جسمك كبير قوي يعني، الاكروميجالي ده انت بتشوفها حجمهم قد ايه، فالقلب رغم ان هو عمال يضخ جامد، وعشان كده بيسميها هاي اوتبوت. تمام، مع ذلك بنسميها كاردي فيلير، لان كلمه كاردي فيلير او ايه كاردي فيلير دي، كنت عايز اقول هارت فيلير وكاردياك، مش مشكله. طالما حصل هارت فيلير معناها ان الجسم مش وصل له اللي هو محتاجه، طب مش وصل له اللي هو محتاجه يسميها كاردياك فيلير، حتى لو القلب شغال وطالع عينه. تمام، على عكس طبعا كهارت فيلرز اخرى بيكون فيها القلب هو اللي فيه المشكله، لكن هنا انت جسمك هو اللي كبر يا عم، انا ذنبي ايه؟ تمام، ممكن يعمل كورونار ديزيز، ممكن المشكله ان يعني برضه بيأثر على الميتابوليزم شويه يعني، لكن مش دي الحاجه الاساسيه. الحاجه اللي هنركز فيها ايه، هايبرتروفيك كارديوميوبثي. دي كده مرض خلص، يبقى كده نخش نكتب عنه اللي احنا عايزين نعرفه. تمام، ان في عندك مرض اسمه اكروميجالي، خلي حجم كبير. تمام، الحاجه الاساسيه فيه ان هو بيحصل هايبرتروفيك، تمام، كارديوميجالي، كارديوميوبثي عفوا، او كارديوميجالي برضه شغال، كارديوميوبثي. تمام، حاجة تانية نعرفها؟ لا، احنا عارفين اوريدي المانيفستيشن بتاع الاكروميجالي ان هو بيبقى حجمه كبير وشكله كبير والكلام ده كله، البلاد بريشر بيزيد ماشي، دي حاجة منطقية، لكن هو خلاص هي اهم كلمتين دول، واحنا زي ما قلنا عارفين اوريدي الاكروميجالي من قبل كده، فان شاء الله دي حاجة سهلة جدا تسهل لنا الموضوع يعني. طيب اللي بعده ثايروتوكسيكوسيس، اللي هي زيادة في الايه، ثايرويد هرمون، برضه واخدينها قبل كده وعارفين المانيفستيشن دي كلها، عارفينها الحمد لله، لان يعني في زياده في الميتابوليزم، فيبقى في ويت لوس، تيمور، انسومنيا، ما بينامش كويس، الهيت انتولرانس، يبقى جسمه اصلا مولع لوحده، وورم سكين. تمام، هايبر ريفلكسيا كده، هايبر اكتيف كده وشغال، كل حاجه شغاله بقى، الميتابوليزم بيزيد، هايبرتيفيكيشن. تمام، تحس كان عنده اسهال يعني، او كل شويه يخش الحمام وكده، جسمه كله شغال وايه هايبر حرفيا. جويتر طبعا احنا عارفين ده من اسباب الجويتر بقى، ان الثايرويد جلاند تشتغل زياده بقى في جويتر. تمام، وبيقول لك في حاجه اسمها بروبتوسيس، هتقول لي ايه البروبتوسيس دوت، اقول لك شايف كلمه توسيس دي، مش احنا خدناها قبل كده، اللي هي معناها ان حاجه تقع من مكانها، فبقول لك برو لقدام بقى، حاجه تقع من مكانها لقدام. تمام، هتقول لي ايه برضه بيتكلم على ايه، هقول لك بالتحديد الاي، لو تفتكر كان ليه لفظ اخر اسمه الاكزوفثالموس. تمام، فالاكزوفثالموس اسم اخر ليها البروبتوسيس، ان الحاجه تطلع لقدام، تقع من مكانها بس لقدام، برو لقدام، بروبتوس. تمام، وجريفز ديزيز دي برضه يعني ماشي، الكلام ده كله عارفينه قبل كده الحمد لله. طب من ناحيه الكاردياك دي حاجه مشكله ميتابوليزم، فدي فيها مشكله بقى ايه،
ثايرويد هرمون زياده، فبيزود طبعا ايه سيمباتيك، بيزود الهارت ريت والكلام ده كله. فالمشاكل كلها تبقى من ناحيه ان القلب عمال بيشتغل زياده، سيمباتيك تون اكتر، تايكارديا، بالبيتيشن، فيبريليشن على الهارت ريت، لو زاد جامد ممكن يعمل لك اتر فيبريليشن، الكارديا كاتو بيبقى اعلى تمام، وعشان كده بيبقى فيه بلس بريشر عالي تمام. يعني اللو بريشر بيبقى عالي وبيبقى فيه هاي بلس بريشر. هتقول لي ايه البلس بريشر؟ اللي احنا عارفينه بقى، اللي هو الفرق ما بين السيستوليك والداستوليك، فهو بيشتغل اكتر مع السيستوليك، فبتلاقي فرق كبير ما بين السيستوليك والداستوليك ايه بلو بريشر تمام، فبتلاقي بلس بريشر عالي. دي حاجه مهمه جدا. اوكي طبعا الريزيستنس بيكون قليل لان الجسم اصلا بيكون فيزل دايليتيشن وبيحاول يتخلص من الحراره ديت، فالبريفرال فاسكولار ريزيستنس بيكون قليل ماشي. ممكن طبعا احنا نتكلم في اتريال فيبريليشن، فاكيد اريثميا بقى تمام، البلس بيكون عالي زي ما قلنا، اتر فيبريليشن ممكن يحصل معاه امبولاي ماشي، ممكن يحصل معاه امبولاي، لان طبعا الفيبريليشن معناه ان الهارت ريت شغال زياده عن اللزوم، مش بيطلع الدم كله اللي جواه، فممكن ايه الدم يتراكم يعمل لك امبولاي ماشي، شويه بلاد كلوتنج يحصل، بس دي مش حاجه اساسيه. البلس بريشر زي ما قلنا عالي، يعني الفرق بين السيستوليك والداستوليك وايد تمام. هايبر ديناميك ايبكس يعني قلبي شغال عالي، وايه اللي هو بتشوف تحركات كده في التشيست، لو جيت مكان الايبكس بتشوف بص على التشيست كده تلاقي ايه في هايبر ديناميك شغل عالي. وطبعا هارت ساوند عاليه جدا، ميرمر ليه؟ ميرمر لان القلب بيكبر برضك شويه، بيحصل نوع من انواع الهايبر تروفي تمام، لان الميتابوليزم عالي شويه، لكن دي مش حاجه اساسيه. معلش كنسل اخر حاجه قلتها دي عشان بس ما نلخبطش الكلام، كارديوميجالي هايبر تروفي ده هيحصل مع الايه الاكروميجالي، لكن هنا دي مش حاجه اساسيه. المهم ان يعني ايه القلب شغال بشكل كبير، فممكن الفالف مثلا تخبط في الوول بتاع الهارت، او الدم يتحرك بشكل يعني سريع جدا، فاللي هو بص ده مرمر صوت بيحصل، وسببه بقى ان القلب شغال بشكل غير منتظم، بس ده اللي تعرفه، مش لازم تعرف اكتر من كده. احنا بنقول ان في الميتابوليزم هنا ممكن عالي، فبيأثر على السيستول اكتر من الداستول، فبس يعني هتلاقي المرمر في السيستول بس كده، ده اللي تعرفه، مش عايز ارغي اكتر من كده. رب ما بين البلورا وبين البريكارديوم ليه؟ لان انت عندك يعني البريكارديوم حجمه كبر، او يعني القلب كله كبر شويه، وعمال بقى يخبط في اللي حواليه وعمال يتحرك بسرعه وبتاع، فبقى في صوت فريكشن كده، البريكارديوم بتاع القلب عمال يحكش اكتر في البلوره اللي حواليه بتاعت اللنج تمام. طبيعي طبعا المفروض ما الصوت ده ما يسمعهوش. طيب ممكن بقى يؤدي برده في الاخر الى شويه انجينا، وبرده هاي اوتبوت زي الاكروميجل، هاي اوتبوت القلب شغال جامد اصلا، مع ذلك ممكن يؤدي لكارديك فيلير تمام. تقول لي طب هو اشمعنى هيحصل كارد، يعني اللي فات قلنا ماشي كارديك فيلير عشان الجسم كبير والقلب مش عارف يعوض، لكن اقول لك انا طب ما القلب نفسه شغال كويس، وده بيزود الديماند بتاع الجسم، فبرضه ايه ممكن يؤدي الى طالما الميتابوليزم بتاع الجسم كله عالي، فبرضه بيبقى فيه احتياجات اكتر، فده برضه ممكن يؤدي الى ان يكون فيه كارديك فيلير تمام. بس رغي كتير نطلع بينهم، الخلاصه بتاعتنا احنا عايزين نعرفها ان ثايروتوكسيكوسيس تمام، اللي هو بيبقى معاه جويتر، حاجات السيستميك ما فيش احنا عارفينها بقى بتاعت الايه التاكيكارديا والوايد بلو، خلينا نكتب الوايد بلس بريشر دي مهمه شويه تمام، وخلينا نقول تاكيكارديا بس دي يعني معروفه مش مشكله. اوكي طيب بقيه الحاجات سيستميك احنا عارفينها مش مشكله. الكارديو مانيفستيشن بقى هي ديت التاكيكارديا والوايد بلس بريشر، ممكن تقول مثلا السيستوليك ميرمر، لكن دي مش حاجه اساسيه قوي، يعني اعتقد دي اهم حاجتين تعرفهم حرفيا، مفيش حاجه تانية. الاتريال فيبريليشن ماشي، دي حاجه برضو احنا عارفينها عن طريق التاكيكارديا، لو الهارت ريت زاد زياده عن اللزوم يبقى فيها اتريال فيبريليشن، بس خلينا نكتب اريثميا ماشي، دي تبقى كلمه معبره شويه. اوكي بس اعتقد كده كل اللي تحتاج تعرفه عن التوكسيكوسيس عشان تحل الاسئله ماشي، خش على اللي بعده خلاص قربنا نخلص معلش. حاجة تانية برضك ثايرويد، لكن هنا بقى بيبقى واطي. طب ايه المشكلة؟ احنا عارفين ان قبل كده بيبقى فيه براديكارديا، وبقى العكس لو بلس بريشر سيستوليك ضعيف خالص. افيوجن، طب هتقول لي ايه اللي جاب افيوجن؟ ما فيش انفلاميشن، اقول لك ماشي، بس الدم مش متحرك كويس في السيركيليشن، الدم راكد مكانه عشان القلب مش شغال بسرعة كفاية، فطبعا وجود الدم في مكان زيادة عن اللزوم هيطلع يحصل ايه البرميابيليتي تزيد بتاع الكابيلاريز، الكابيلاريز غصب عنها ميه جواها عماله تزيد، فالميه هتعدي الكابيلاريز بقى وتطلع لبره وتعمل انفيوجن تمام. حاجه كده زي ايديما، يعني تقدر تفكر فيها انها ايديما، طالما الدم متراكم في حته فهيحصل ترشيح والميه تتراكم بره تمام. ممكن تعمل كولر ديزيز طبعا، لان الميتابوليزم خربان خالص، فممكن يبقى فيه شويه فات زياده بتاع شغال، فمش مشكله. طبعا الفولتج برضه الكهرباء بتاعت القلب ضعيفه، فلو فولتج ما اعتقدش ان في هنا كلام مهم قوي يعني، بس دي حاجات تبقى انت عارفها، يعني انت المفروض انت تبقى عارف الكلام ده، لانه احنا واخدين الثايرويد قبل كده بدون مشاكل تمام. فده هتلاقي معاه ايه اللو بقى بلس بريشر
تمام. لا والحاجات بقى بتاعت الميتابوليزم بقى ان ممكن تعمل لك كورونري ارتر ديزيز، يعني نكتب هنا كورونري ارتر ديزيز تمام، وبراديكاردي اهم حاجه. اوكي بس يعني اعتقد دي خلاص الكلام هنا او ماشي. نخش بقى اللي بعده برضه حاجه اندوكراينال، كوشنج سيندروم اللي هو بيبقى فيها زياده في الكورتيزول، برضه عارفينها من قبل كده وعارفين كل البرزنتيشن بتاعتها بتاعت الاكسس كورتيزول تمام. وبتعمل لك الحاجات اللي احنا عارفينها وخدناها حتى في محاضره قريبه تقريبا في الهايبر تنشن تقريبا تمام. فالحاجات دي كلها المفروض عارفينها، ايزي البروتين بيتكسر والفات عمال يتراكم، لان هو الكورتيزول بيعمل كده، فبيعمل لك ويت جين، الماسل ويكنس ان البروتين بتاع العضلات يقل ويضعف تمام، الجسم ممدود، الكولاجين ضعيف، بيحصل الوايد ستراي والهيرشيتيزم، الحاجات دي عارفينها قبل كده مش عايزين نتكلم فيها. هايبوكاليميا اللي عارفين طبعا ان ايه، الكورتيزول لما بيزيد نسبته في الدم زياده عن اللزوم بيشتغل كانه زي الالدوستيرون، يعمل لك برضو ايه، يتخلص من الايه، من البوتاسيوم وكده يعني. بيعمل لك سولت اند ووتر ريتنشن شويه ماشي. الكارديك مانيفستيشن احنا ايه، لسه كنت لسه بقول لك احنا واخدين في محاضره هايبرتنشن هي ممكن تعمل لك هايبرتنشن، ف بتعمل لك هايبرتنشن. طالما في حاجه بتعمل لك هايبرتنشن يبقى القلب برضو هيتاثر، لان الفاسكولار ريزيستنس بيزيد، فالافتر لود بيزيد، فالقلب لازم يشتغل اكتر وهكذا تمام. فحتى مش محدد بالظبط ايه اللي بيحصل في القلب، لكن خلينا نقول بيحصل هارت ريت زياده مثلا مثلا يعني. ف مش هنكتب عنه اي حاجه يعني، احنا حرفيا المفروض الكلام ده عارفينه قبل كده، فمش هكتب عنه اي حاجه في الوورد هنا يعني، خلاص الكلام ده احنا عارفينه جدا يعني ان شاء الله. حتى زي ما بقول لك مش محدد اي كاردك مانفستيشن، فانت لو هتيجي هتيجي في شكل كيس، يقول لك ان شخص جاي لك عنده مش عارف عمل له تيست مثلا في اليورين زي الكورتيزول زياده، او الاعراض بتاعت اللي الماسل ويكنس والكلام ده احنا عارفينه قبل كده، فتبقى حاطط في دماغك. خلينا نكتبها عشان تبقى مثلا الملف ده مجمع فيه كل حاجه مثلا يعني تمام. كوشنج سيندروم اهو، اكسس كورتيزول، فهتلاقي معاه بقى ايه مانيفستيشنز بتاعته اللي هي بتاعت الويت جين والاسترايا بقى اللي على الجسم، الحاجات دي كلها يعني ايه كاركترستيك البافالو هامب تمام، كله موجود في الصورة دي يعني ممكن تذاكره. اوكي والهايبوكالاميا ماشي، مش حاجات أساسية خلاص. باقي كده دلوقتي هتكلم في حاجات، شوية حاجات جينيتيك مش هتكلم فيها كتير. مثلا بيقول لك في حاجة اسمها تيرنر سيندروم، ودي احنا اللي بيحصل فيها ان واحد تبقى واحد فيميل، المرضى مش بيصيب غير فيميل، وبدل ما يبقى عندها اكس اكس بيبقى عندها اكس او. ايه اكس او يعني هو بيلعب؟ لا هو قصده يقول لك يعني ان ما فيهوش واي ولا في اكس، تبقى فاضيه كده اكس او تمام بس. فطبعا ده بيأثر شويه على الديفلوبمنت، زي ايه، زي يقول لك بيحصل معاها كوركتيشن في اورتا تمام، ممكن يبقى فيها معاها ويب نيك. دي حاجات خصائص مع الناس اللي عندها ترنر سيندروم، مش مفيش حاجه نتكلم فيها تمام، مش هتكلم فيها، اعرفها كده زي ما هي تمام. فنكتبها زي ما هي لو عايزين نجمع الكلام كله هنا مع بعض، يبقى نكتب ترنر سيندروم تمام. تعرف ان هو اكس او الجين بتاعته بتبقى مشكله، بتبقى اكس او، وان هو بقى طبعا الكارديو مانيفستيشن كو اركيتيشن اوف اي اوت، دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي هنتكلم فيها النهارده اللي ممكن تعمل لك ايه الكو اركيتيشن ديت تمام. طيب ايه تاني؟ ويليام سيندروم، سيندروم اخر بس ده بقى بيصيب الولاد ولا طيب ممكن لا ممكن يصيب الاثنين عادي، يعني هو بيجي على كروموزوم ملوش علاقه بالسكس كروموزوم، بيجي تقريبا في كروموزوم 7 أو 9 حاجه في الرينج ده يعني. وبس يعني وبيقول لك ان هو بيعمل لك بالتحديد حاجه اسمها سوبرا فالفيولار اورتيك ستينوزيس ماشي. يعني طبعا حاجات السندروم دي اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالجينات ممكن تاثر على، بتاثر على الديفلوبمنت اللي هو البلاد فيسل جاي غلط او مش عارف يتكون غلط، ايه مش عارف يتكون صح، عفوا بيتكون غلط بس. فتلاقي بقى مشكله في الديفلوبمنت ذات نفسه بقى، تلاقي فالف مش معمول كويس، او تلاقي الاورطه فيها كواركتيشن ماشي تمام. وبقول لك كلمه كده سريعه، بقول لك يعني ايه فيجو سبيشال اي كيو بيبقى واطي. طبعا علامه الصح دي موجوده غلط، هي معناها ان فيجو سبيشال اي كيو بيبقى واطي. يعني ايه فيجو سبيشال اي كيو؟ بيقول لك يعني انت فيجو سبيشال بيجي يشوف الحاجات بس مش قادر يقدر المسافات بتاعتها، فدي بتساعد في الديفرنشال دايجنوسيس. ازاي؟ يقول لك مثلا طفل عندك فيقول له يوري له هاوس ببيت كده تمام، او يقول له ارسم بيت، فالمفروض ان بيرسم الشباك جوه البيت والباب من تحت، فدي مبني على مسافات، مسافه فلانيه من الباب للشباك كده. فتيجي يسمى لا يرسم البيت الشباك لوحده بعيد، ويرسم الباب بعيد خالص ناحيه اليمين شمال فوق، السبيس السبيس is بايظه خالص تمام. بقول لك ده بيحصل بيه شويه ديفرنج دايجنوسيس على مثلا حاجه زي داون سيندروم، لا ده بيبقى مثلا بيرسم بيت مسافته كويسه لكن من جوه مثلا بيرسمه بشكل خاطئ، فده فرق مثلا. دي أمثلة أخرى أهو، مش عارف يقدر مسافات، يرسمهم بترتيب غلط خالص تمام. دي بس حاجة هي differential diagnosis ممكن تساعد يعني بعدين. عفوا.
فكده ده الايه الويليام سيندروم، نكتب برضو عنه ان هو ويليام سيندروم، تمام. مفيش حاجة غير ان هو حتى ما قالكش ايه المشكلة لانهي جين، انا مش هكتب لك حتى ايه انهي كروموسوم، مش مهم. لكن تعرف ان في معاه ايه طبعا، بس اللي يعرف الكورتكس ايه مانيفستيشن بتاعه، سوبرا فالفولار كاردياك مانيفستيشن، اوكي. طيب بس مش هتحتاج تعرف حاجة، وتعرف موضوع الفيجو سبيشال ده برضو ممكن يسأل فيه يعني، بس هي منطقية لو جه سألك عنها تعرف ان هي قليلة. وحش، هنكتب فيجو سبيشال وحش، تمام. تمام. كده خلصنا تاني جينيتيك سيندروم. خش على 30 داون سيندروم، احنا عارفين الحمد لله ان هو بيكون في مشكله في 21 فيرست كروموزوم، بقى في ايه ثلاث جينات، المفروض اثنين، واحد من الاب واحد ام، لا بيبقى ثلاثه، سمعت الريزومي، تمام. فبس كده طبعا بيأثر على الديفلوبمنت، احنا عارفين الكلام ده كله. الا زي ما عاملين نقول ان الحاجات الجينيتيك بتبقى اكتر تاثيرها ديفلوبمنتال، الديفلوبمنت بتاعه بقى مش مظبوط، تمام. ف هنا بقى تبدا تشوف حاجات زي الاي سي دي والفي سي دي اللي هو السيبتال ديفكتس. احنا لغايه دلوقتي تقريبا ما فيش حاجه اتكلمنا فيها بتعمل سيبتال ديفكتس، هنا دي اول حاجه نتكلم فيها بتعمل سيبتال ديفكتس، تمام. وهتيجي تاني اهي، فاعرف ان هنا لا بقى نخش بقى في الكلام الحلو ده اللي هو طالما ديفلوبمنتال يبقى السيبتا مش عارف يتكون كويس اصلا، فيبقى في سيبتال ديفكت، اوكي. بس محتاج تعرف اكتر من كده، نكتبها مع بعض، نكتبها مع بعض. داون سيندروم، تمام. يعمل لك ايه؟ يعمل لك إيه؟ طبعا مش إيه، اعرف ان هو طالما قال لك في انهي جين تبقى تعرف 21 فيرست كروموزوم تريزومي، عظيم. وبيبقى في معاه اي سي دي في سي دي، وكان في واحده ثالثه كاتب ايه ريجرجيتيشن تقريبا ولا ستينوزيس، ستينوزيس تقريبا صح، عفوا ريجرجيتيشن، طيب مايترال ريجرجيتيشن. عايز تحفظها مثلا، طالما هو التريزومي يبقى فيه ثلاث حاجات، فا اي سي دي في سي دي ام ار، ماشي. بس احفظها لوحدك الطريقه اللي تريحك بقى، احفظها بيحفظ. احنا الحمد لله لغايه دلوقتي يعتبر الكارديو مانيفستيشن مش صعب قوي يعني، اول ثلاثه قلناهم بالمنطق ان هم بيعملوا انفلاميشن في الارتريز، وبعد كده ممكن يعمل لك بيريكاردايتس، تمام. بعد كده اتكلمنا على الحاجات اللي اصلا في الفيسلز، قلنا لا بتركز اكتر على الكاردياك الكوروناري ارتريز، تمام، هي اللي بيحصل مشكله اكتر. الحاجات الاندوكراينال اتكلمنا ان هو لا اصلا ما فيش حاجه ليها علاقه بالارتريز ولا كده، لا ده بتخش على طول على القلب، بتزود بس الميتابوليزم بتاعه، يبقى في هايبرتروفي، يبقى في هاي بلاد بريشر، او يبقى في وايد بلس بلس بريشر، تمام. ويبقى في مثلا حاجه زي الاريثميا، حاجه كلها ليها علاقه بالايم، بسرعه القلب وسرعه الضخ والكارديك اوتبوت، تمام. بس يعني فهتلاقي يعني كلوكشه كده يعني كلوكشه على بعض، هتحس ان الامراض تاثيرها مختلف، مانيفستيشن بتاع الكارديك هنا مختلفه شويه عن هنا، تمام. بالمنطق، فزي ما عاملين نقول بالمنطق، انت بتاخد كل حاجه بالمنطق، فتحاول من الباثوفيسيولوجي تقدر تعرف ايه الكارديو مانيفستيشن ممكن تحصل. نخش على اللي بعده، اخر اتنين، الكلاين فلتر سيندروم. ده بيكون فين بقى؟ بيبقى عنده اكس اكس واي برضه في السكس كروموزوم، بقى في اكس اكس واي، بدل ما يبقى واحد برضه اتنين بس اكس اكس او اكس واي، بيبقى اكس اكس واي بس، ف بيبقى ميل، طالما عنده واي يبقى ميل، لكن بيبقى في عنده اكس زياده، فده بيزود شويه من الفيميل كاركترستكس، زي ايه؟ زي بيبقى طبعا سيكشواليتي بايظه خالص، انفرتيليتي، سمول تيستيز، تمام، اجانيكوماستيا اللي هو البريست سايز بيزيد والكلام ده، الفيشل هير بقى ما يطلع زي يعني بقى شعر وجه مثلا او كده كتير، لا سبارس قليل ضعيف خالص برضه، اي اي سي دي. فهنا مش هنكتب حاجه كتير غير ان كلاين فلتر، تمام، تعرف ان هو طبعا سيندروم ده ان المشكله عنده بتبقى اكس اكس واي، وتعرف ان هو تعرف ان هو اي سي دي حاجه ديفلوبمنتال برضه، بس مش محتاجين نعرف اكتر من كده. المانيفستيشن بتاعته شويه ان هو طالما هو اكس اكس واي يبقى في شويه مانيفستيشن ليها علاقه بالسكشواليتي بقى، سكشواليتي سكشوال مانيفستيشن، تمام. بس مش محتاجين نعرف اكتر من كده، اوكي. شوف كل مرض كلمتين ثلاثه خلاص انت عرفت عنده كل حاجه محتاج تعرفها. نخش في اخر واحد، مارفن سيندروم، برضه مشكله جينيتك، تمام. هنا تعرف ان هو اوتوزومال، ممكن يسال فيها اوتوزومال دوميننت، تمام. اوتوزومال يعني ملوش علاقه بالسكس كروموزوم، ماشي. بس بقول لك الكروموزوم اللي بيأثر فيها حاجه ليها علاقه بالايه، بالاف بي 1 اف بي ان 1 جين. ايه الجين ديت؟ بتعمل كودنج لبروتين معين من البروتينات بتاعت الفايبر، فايبر بروتين، حاجه اسمها فيبرين. فطبعا دي حاجه مهمه من ناحيه بقى ايه الاستراكشر، البروتين بتاثر بقى على اي حاجه ليها علاقه بالبروتين، فممكن تاثر فيها، فمثلا حاجه الجوينتس، البونز، الكارتريج، الحاجات دي كلها تتاثر، الحاجات دي كلها ايه استراكشرال بروتين، تمام.
بس فهو بيقول لك هو امبورتنت بروتين في اكسترا ماتريكس، وبتاثر في الايه ستراكشر بتاع المايكرو فيبرينز الكلام ده كله ماشي، بتاثر في فايبرز بشكل عام. فايه المانيفستيشن هتشوفها؟ هتشوف شخص طويل خالص زي الصوره دي كده، طويل كده عظامه بعيده عن بعض، يعني ايه بتحس كده صباعه مكسور، اللي هو ممكن مثلا ايه كوعه يتنيل قدام، صوابعه متفتته كده بعيد عن بعض والكلام ده كله تمام. وحاجه اسمها هاي اش باليت. ايه هاي اش باليت دي؟ جبت لك صوره ظريفه اهو، يعني المفروض البلد طبعا بيبقى مستوي شويه او الارش بتاعه بيبقى خفيف خالص، لكن لا هنا بيبقى ارش يعني شديد جامد اهو تمام. طيب فبس انت كام ايه بقى الكارديو انفستيشن؟ طب انت بتتكلم على حاجه كلها دي بتاثر بقى على الفايبرز والكولاجين والستراكشر بروتين، فممكن يأثر على الارتري، الوول بتاع الارتري ذات نفسها ما تتكونش صح، فايه يحصل فيها مثلا بسهوله دايسكشن تمام. او الفالفز دي برضو يعني من ناحيه القلب، القلب كلها عباره عن بقى ايه فانكشنال بروتين، في مثلا بقى مايو فايبرز وكده، فدول هيشتغلوا مفيش مشكله، اللي هو عضله القلب العاديه شغال، لكن الفالفز دي فايبرز اكتر كولاجين اكتر تمام، فهي دي ممكن يحصل فيها مشكله زي ان يحصل برولابس او اورتيك ريجيرجيتيشن، برضه الفالف بتاعت الاورتا ما تشتغلش كويس تمام. يعني برولابس وريجيرجيتيشن ودايسكشن الحاجات دي كلها حاسسك ان البروتين مش ضعيف خالص، فشويه دم يجي كده برولابس يلا ريجيرجيتيشن كان الفالف مش موجوده ضعيفه خالص تمام. فدي يعني ايه باثوفيزيولوجي تقدر تعرفك المانفستيشن ممكن تيجي. ف نكتبها مع بعض اخر حاجه ده كده، اخر حاجه جينيتيك مارفن سيندروم تمام. تبقى مشكلة في تعرف انها اوتوزومال تمام دوميننت اوكي مش في السكس جين يعني، وتعرف ان هي مشكلة في الايه في الاف بي 1 اف بي ان 1 جين، هو اللي علاقة بالفايبرز. فالكارديو انفستيشن بتاعته كلها ايه دايسكشن بقى اورتيك دايسكشن او مايترال فالف برولابس تمام. اي فالف مش شغالة يعني ايه مش متكونة كويس فضعيفة خالص، او ريجرجيتيشن اورتيك ايه ريجرجيتيشن تمام. كده خلصنا كل الحاجات الجينيتيك في صفحة واحدة اهي، شوف كل مرض عنده كلمتين وخلاص خلصنا. طيب نخش في اللي بعده، احنا كده خلصنا مش باقينا غير اخر نص صفحة اهي، انفلتريتد ديزيز الامراض اللي هي لا بتخش تعمل انفلتريشن للكاردياك تيشو، الكاردياك تيشو الطبيعي بتاعك بدأ يخش فيه بروتينات وحاجات تبوظ اصلا ايه تكوينه، الاستراكشر بتاعك متكون في حاجات اثرت جوه، بدل ما يبقى في عندك ماسلز لا بقى في بروتين، بقى في فايبرز عفوا، ما طبعا ماسل بروتين بس قصدي يعني ايه بروتين مش مظبوط، بروتين غلط زي الكولاجين بقى، بدل ما يبقى في مايو فايبر بقى بتعمل ستريتش وكونتراكت والقلب يقدر يشتغل كويس، بيبقى في حاجات غلط زي الناس اميلويدوس، هو ده اللي احنا بنقول فيه بنتكلم فيه اميلويدوس، بتيجي بروتين ديبوزيشن اوف انسوليبل اميلويد فايبر، بتيجي فايبرز مش مكانها، فبيجي بروتين غلط فالقلب ما يقدرش يعمل ستريتش ولا كونتراكت زي الناس تمام. وده برضه مش بيحصل فقط في القلب، ده احنا كل اللي بنتكلم فيه النهارده حاجات سيستميك، يعني مش هتشوف فقط حاجات في القلب، هتشوف حاجات في اذر اورجانز برضه اوكي. الكليك انك لما البرزنتيشن احنا كنا هنتكلم فيهم دول في الانفلتريتي، بيعمل لك حاجه اسمها ريستريكتيف كارديوميوباثي، يعني ايه؟ يعني القلب مش قادر لا يعمل ستريتش ولا يعني لا ستريتش ولا كونتراكت براحته، في حاجه مأثره على الفانكشن بتاعته ريستريكتيف، انا عايز اشتغل اهو بس العضله مش مساعداني تمام. ده معنى كلمه ريستريكتيف كارديوماجنتي تمام. وبيقول لك انت لو جيت عملت ايكوكارديوجرافي هتلاقي ايه برايت يعني منور كده، لان ده شكل الامايلويد ديبوزيتس ديت، يعني لو جينا شفنا صوره ليها كده تمام، ده النورمال هارت، هنا بقى ايه بتبقى برايت كده حاجه وايت كده وشغال، لان ده الامايلويد ديبوزيت موجوده فبتبقى منوره كده تمام. عظيم كده خلصنا الاميلويدوس، بس خلينا نخلص التانيين برضه عشان ايه ما ننجز شويه، الهيموكروماتوسيس عباره عن بس ايه ديبوزيشن بس بقى للايه للايرون تمام، الهيموكروماتوس فبرضه بيعمل لك ريستريكتيف كارديوميوباثي، ولا لك زود عليها ايه ممكن يعمل لك اتريال فيبريليشن ماشي مش مشكله، ممكن تحفظ مثلا ان طالما ده ايرون فبتتكلم بقى في ميتالز وحاجات بقى كاتايونز وكده، فممكن ايه تبوظ مثلا الصوديوم شانلز، يعني انا بشوف لك طريقه تحفظها بيها، ما اعرفش ايه السبب بالظبط او ايه الميكانيزم، ومش هنتعب نفسنا ندور فيها دلوقتي تمام. طيب اخر حاجه بيقول لك ساركويدوز، دي حاجه زي الاميلويدوس لكن فكره ايه اللي بيحصل ديبوزيشن، هنا كان بروتين انسوليبل اميلويد فايبر، هنا لا جرانيولوما، يعني ايه جرانيولوما؟ طبعا يرجع بقى لايام الباثولوجي بقى ان في انفكشن فبيبقى في حواليه وايت بلاد سيل فتعمل لك جرانيولوما كده، حاجه مدوره عباره عن وايت بلاد سيلز ومايكرو اورجانيزم خربان،
فبس هو ده الجرانيلوما. طبعا ده مش معنى صحيح بتاتا، خش ابحث عن المعنى الصحيح، لكن احنا عارفين الجرانيلوما يعني كده، ان وايت بلاد سيل مكومه حوالين نفسها وحوالين ايه الحاجه اللي كانت بتهاجمها، بس كده. فبس يعني برضه بتعمل لك ريستريكتيف كارديوميوباثي، اهي اهم حاجه حاططها لك بقى البولد. بس بقول لك برضه ممكن تاثر بقى، طالما في حاجه اثرت في الاستراكشر بتاع القلب يبقى القلب حصل له انفلتريشن اتاثر، فاللي مثلا لو في كهرباء معديه مش هتعدي بسهوله، ممكن تعمل لك بقى اي في بلوك، تمام، تاكي كارديا، تاثر على الهارت ريت. فكل اللي اتكلمنا عليهم هنا بيعملوا لك ايه، بيعملوا لك اهم حاجه ريستريكتيف كارديوميوباثي، بعد كده بقى ايه ممكن تشوف حاجه، في حاجه مختلفه في كل واحده منهم. بيقول لك اخر حاجه انا ممكن تعمل لك ايه، كيو ويفز. ايه الكيو ويفز؟ طبعا احنا عارفين في كيو ار اس، فبيقول لك الكيو ويف هيبقى شكلها مش طبيعي شويه، ممكن تبقى واسعه، ممكن تبقى طويله مثلا او هكذا. فالحاجات دي كلها معناها ان في مشكله في ايه، في الاستراكشر بتاع القلب، بس كده. فخلينا نكتب الكلام ده عن التلات دول، تمام، لكن احنا حافظينهم كويس. يبقى اول حاجه قلنا ساركويدوسيس تعمل لك ايه، تعمل لك ديبوزيشن اوف ايه، اوف اميلويد فايبر، اوكي. فده هيعمل لك ايه، هيعمل ريستريكتيف كارديوميوباثي. ولو جيت عملت ايه للكارديو كارديوكرافي هتشوف ايه، برايت ايه، برايت ديبوزيتس كده، لو عملت ايه كارديوجرافي، تمام. بس ده الساركويدوسيس. نيجي اللي بعديه كان الهيموكروماتوسيس، ومش هتجي نعرف عنه غير ان هو بيعمل لك برضه ريستريكتيف كارديوميوباثي، تمام، ريستريكتيف كارديوميوباثي، مش عايزين نطول اكتر من كده. و كان في اتريال فيبريليشن، اتريال فيبريليشن يبقى هنا بس زودنا الاتريال فيبريليشن، بس ده كان هي زي الريستريكتيف كارديوميوباثي زي اللي فوقيها، ماشي، اوكي. اخر واحده كانت ال عفوا احنا اللي بدلنا الاميلويدوسس والساركويدوسس، عفوا اميلويدوسس هنا اخر واحده هي اللي كانت ساركويدوسس، تمام. والاختلاف ما بينهم زي ما قلنا ان ساركويدوسس بتبقى ديبوزيشن لكن مش اميلويد، ديبوزيشن في ايه، اوف جرانيولوما، اوف جرانيولوما، لان ممكن سالفه في الديفينيشن يقول لك ديبوزيشن اوف جرانيولوما ذيس از كولد ايه، فلازم تعرف المعنى بتاعها، تمام. وبرده نفس الاعراض ريستكتيف كارديوميوباثي، وكان مزود عليها بقى لوكشت حاجات تانية بتأثر بقى على الكوندكشن ديفكت، زي بقى التاكي كارديا، كوندكشن ديفكت زي التاكي كارديا، أو إن يحصل إيه إي في بلوك برضك شغال. وقال لك آخر حاجة الكيو ويف عندك هنا ممكن تبقى متأثرة أفكت أو ديفرنت، يعني تشينج، كيو ويف تشينج خلينا نقول، تمام. بس فاحفظ دول مع بعض، إن طالما أثر على الكوندكشن يبقى هتشوف اختلاف برضه في الإيه، في الإي سي جي. هل التانيين مش هينفع يعملوا كده؟ لا عادي ممكن، لكن الفكره بقى ان هو بيقول لك ايه، ايه الحاجه الموست كومن هنا والموست كومن هنا وكده، بس كده يعني. فكل واحده معلش مره تانيه، اميلويدوسيس حط اميلويد، كلهم ريستكت مايوبايثي كارديو مايوبايثي، تمام. لكن انا ما قالش حاجه غير كده. في الهيموكروماتوسيس قال لك ان ممكن يحصل اتري فيبريشن، وفي الساركويدوسيس قال لك انه يحصل ايه، بشكل عام بيحصل كوندكشن ديفكت. على فكره طب ما هو يعني كوندكشن ديفكت يعني تاكي كارديا يعني ممكن يؤدي الى اتري فيبريشن، فهي مش حاجه خاصه بيها، لكن يعني اهم حاجه تعرف كارديوميوباثي دي المهمه في الثلاثه، اوكي. طيب احنا كده يعتبر خلصنا المحاضره، مش غير اخر مرضين على السريع، النيورولوجيك. طيب دي حاجه بتاثر، بتركز اكتر على النيورولوجي، لكن برضو حاجه سيستميك، فهي ممكن تاثر على القلب، تمام. هو مش ذاكر غير حاجه واحده بس اسمها فريدريكس اتاكسيا، هايبرتروفيك كارديوميوباثي، مش مرض اخر، ده هو نفس يعني المرض بتاع فريدريك ده بيؤدي الى هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ماشي. فهو ما فيش غير مرض واحد اسمه فريدريكس اتاكسيا. طبعا طبعا طالما اتاكسيا بتاثر على البيزل جانجلا بقى اللي في الدماغ وكده، فهتأثر على الموتور والسيربيلا والحاجات بتاع سي ان اس الظريفه ديت، مش هخش في تفاصيلها، اوكي. حاجه انيرد، حاجه جينيتك يعني انيرتد، تمام. فبس تعمل هايبرتروفيك كارديوم، يبقى مش هتعرف اي حاجه عن المرض بتاع الفريدريك دوت، فريدريك، تمام، اتاكسيا، غير ان هو بيعمل هايبرتروفيك كارديو مايوباثي، تمام، وان هو جينيتك او انيرتد يعني، شوف اللي رايحك، تمام. احنا كده المحاضرة خلصت، مش كده؟ بس الكلام اللي تحت ده مش محتاج تعرفه، لان هو بس بيقول لك يعني، هتشوف بقى مع الحاجات بتاعت النيورولوجيكال بقى، زي ما تعرفش تتكلم كويس، ما ممكن يأثر بقى على البنكرياس ويخليها يبقى فيه دايابيتس ميليتس، تمام. بتبقى الريفلكس بتاعتك ضعيفة. المهم ان تعرف ان دي الحاجة الوحيدة اللي علينا النهاردة، ان في ايه اللي بتأثر على النيورولوجيكال، تعمل لك نيورولوجيكال مانيفستيشن اسمها فريدريك اتاكسي، بس كده. احنا خلصنا المحاضره. طبعا الموضوع مش مستاهل ان احنا نعمل بقى، نتعب معانا زميلنا محمد ادريس ونقول يلا شويه كيسز وبتاع، لان احنا زي ما قلت كل مرض من دول يتذاكر لوحده بشكل محترم، ساعتها نبص بقى على ايه، على
الكلينيكال بقى، لان احنا لو جينا بصينا عليها دلوقتي من ناحيه الكلينيكال اصلا مش هتجيب سيره القلب، يعني كل مرض من دول فيه كلام كتير قوي مهم غير بعيدا عن القلب، فانت هنا المحاضره بتتكلم عن القلب فخلاص نديها اهميتها ان هو ده عن القلب، مش هنتكلم في اكتر من كده. اوكي، فبدل ما نتعب زميلنا محمد ادريس خلينا نحل شويه اسئله مع بعض. اوكي، فعايز تذاكر دلوقتي وبعد كده تحل لوحدك قشطه، عايز تكمل معايا وتاكد انك فاهم قشطه ماشي. فدكتور جزاه الله خير حط لنا شويه اسئله ام سي كيو في الاخر نقراهم بسرعه مع بعض. اول حاجه بيقول لك كيس، الحمد لله طالما كيس البدايه تبقى سهله. Presented morning stiffness symmetric polar. مين اللي كان عنده symmetric polar arthritis؟ كان الروماتويد تمام؟ او روماتيك في ارثرايتس عفوا. بس كده مش محتاج اكمل باقي الكلام، هو روماتويد ارثرايتس مش محتاج أكمل. خلي بالك عايزك تاخد بالك من حاجه، انه ما جابش سيره مثلا سيستميك لوبس. ليه؟ لان السيستميك لوبس هنا مثلا ممكن يكون ليه اعراض متشابهه، فعشان يوفر عليك ويقول لك هو ما فيش غير مثلا الروماتويد ارثرايتس في الاختيارات تمام؟ لان خلي بالك برضه حد بيقول لك 35 year old، احنا قلنا الروماتويد ده من 50 70 غالبا، فالسيستم كان من 30 ل 50، فاهم قصدي؟ اللي هو اقول لك ايه، عايز اقول لك ان هو لو هيجيب لك حاجات متشابهه في الساينز يبقى مش هيجيب لك الاثنين في الاختيارات، غير بقى انه يوضح لك جامد تمام. اتكلمنا عن مورنينج ستيفنس، قلنا عشان ده بيبقى تراكم الاميون كومبلكس. اوكي، وطبعا سيمتريك، فعشان كده دي برضه حاجه تديك هنت ان ده روماتويد اكتر من ما هو ممكن يكون سيستميك لوبس. اوكي طيب، والسيستميك لوبس طبعا بيكون ليه تاثير حاجات تانيه كتير، السيستميك بقى على السكين والكلام ده كله، مور كومن ذان ايه روماتويد. الروماتويد بيركز على الجوينتس، فخلاص قشطه، طالما ما جابش سيره حاجه غير الجوينت يبقى هو خلاص هي روماتويد. خش على اللي بعده، 40 year old woman روماتويد اثرايتس تمام. هنا بقى الاسئله الرخمه اللي ممكن يقول لك طب هو ايه الكارديو انفستيشن، يعني طالما هيجي لك كارديو انفستيشن ذات لوحدها الموضوع بيبقى ارخم شويه، بس مش مشكله احنا فهمنا شويه وحاولنا نحفظ شويه ايه اللي ممكن تحصل تمام. قال لك في كارديو ميجالي، وده ايه يعني ايه الكارديو كونفيزيشن اللي بيحصل؟ احنا عارفين طالما في ايميون كومبلكس يبقى في انفلاميشن يبقى في باريكاردايتس، خلاص مش محتاجين نقول اكتر من كده. اعتقد الاختيارات الثانيه كلها ايه بعيده عن اللي احنا اتكلمنا فيه خالص تمام. فان شاء الله تكون الدنيا ابسط شويه واسهل من ناحيه الفهم اكتر من الحفظ يعني. وومن خلصانه، اكسوثيرموس اديها ثايرو توكسيكوسيس فين اهي تمام، مش محتاج اكمل يعني طالما في كيس وجاب لك سيره اي حاجه ثانيه الموضوع هيبقى اسهل بكتير، وهو ده المفروض يحصل. لان انت لما في المستشفى ان شاء الله هيجي لك عيان هتشوف كل هيئته وهتشوف حاجات اكتر من الكاردياك مانفستيشن يعني بكتير، وغالبا هيجي لك بسبب حاجه طالما عنده مرض من الامراض دي هيجي لك بحاجه ليها علاقه بال اي حاجه بعيد عن القلب. القلب ده هتيجي في الاخر خالص خالص يعني. طيب كيس تانيه، مادر راش خلصانه، مادر راش دي قلنا ايه باتر فلاي راش تمام. بس نكمل، بيقول لك كمان بريبيت ابورشن، مين اللي كان عنده حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم وبتعمل لك ريبيت ابورشن وثرومبوسيس وثرومبوسايتوبينيا؟ سيستميك لوبس تمام، بس مش محتاج اكمل اي حاجه حتى عشان ياكد لك يعني. بيقول لك برضه بتعمل بريكارد انفيوجن، ودي قلناها برضه زي الروماتويد بتعمل لك ايه اوتو اميون كومبلكسز والكلام ده، بتعمل انفلاميشن وبريكاردايتس وبريكارد انفيوجن اي سيستميك لوبس. اللي بعده موست كومنلي سيستميك لوبس بيأثر قلب عن طريق ايه؟ عن طريق احنا قلنا لسه قايلين بريكاردايتس وبريكارد انفيوجن تمام. ممكن تعمل هارت ديزيز ممكن، لكن ده مش الموست كوم. اوضح لك اهو عشان كده انا قلت لك ما تلخبطش نفسك وتذاكر كل كلمه مذكوره في الكارديو كونفستيشن تحفظها، لا اعرف ان الموست كوم اهم حاجه او اهم حاجتين بس كده، مش لازم تعرف كل الباقي كله يعني. انت الملف ده لو انت كتبت ورايا او مثلا ممكن اسيف الملف ده وابعته لو حد عايزه تمام، ابعته له اهم كلمتين على كل مرض اهو يعني. بص بتاع كله 147 كلمه، 147 كلمه هتلم بيها المحاضره كلها، فكلام ظريف. عايز حضرتك بقى تعمل اللي عليك ويعني ايه اللي هو يعني تقطع السمكه وديلها انت حر. في زمايلنا عاملين جزاهم الله خير حازم وسوده كانوا عاملين جدول ظريف عشان بقى يسهل لك الحفظ، طالما الكلام كله جنب بعض يبقى اسهل في الحفظ، فاقعد بقى احفظ كلمه كلمه انت حر تمام. وبشكل عام طبعا جدول مفيد يعني، جدول انا مش بقول لك جدول وحش، طبعا جدول جميل جدا، ف ممكن يساعدك في الحفظ. بس انا بس عايز اقول لك انت تركز على الكلام المهم يعني، حتى لو ذاكر يعني ذاكر من الجدول ده وخطط بقى ايه الكلمتين المهمين هنا وهنا وهنا. هنا مثلا تركز على الكورونا ارت ديزيز والبريكاردايتس، خلاص كده الباقي ده كله مثلا زياده، فاهم قصدي؟ بس ف جزاك الله خير، ممكن تستخدمه الجدول ده ويريحك في الحفظ او تقدر تسهل عليك المذاكره والحفظ اكتر تمام. اخر حاجه هنبص على شويه اسئله تاني بس من مصدر اخر، ده تقريبا جامعه اسيوط، عشان برضو ايه برضو تختبر نفسك وتتاكد ان انت حافظ وفاهم الكلام ده تمام. طيب بيقول لك داون سندروم، طالما احنا قلنا داون سندروم دي اللي هي كانت ايه تريزومي في الكروموزوم رقم 21، وقلنا ان هو طالما ديفلوبمنتال يبقى ممكن يعمل لك اي سي دي والفي سي دي والحاجه الثالثه كانت مايترال ريجيرج صح. طيب وات از ذا موست كومون كارديك اسوسيشن اهي اي سي دي اند مايترال ريجيرج تمام.
كان ثلاثة تريزومي، يبقى بيعمل لك ثلاث حاجات، اي سي دي في سي دي مايترال ريجيرج، تمام؟ بس كده هيخزن بطريقة تريحك. 20 يير اولد فيميل، ثايرويد خلصانه، ثايروتوكسيكوسيس اي هايبرثايرويديزم. ايه بقى؟ بيقول لك هل ايه الاكزامينيشن لو جيت قست البلاد بريشر يبقى ايه المشكله؟ متوقع الاقي هاي بلاد بريشر، ومتوقع الاقي وايد بلاد، طب اختار انهي؟ دي اهم حاجه، انا قلت لك دي اهم حاجه، هاي لو ما كانش فيه موجوده دي كنت اختار هاي بلاد بريشر، لكن دي اهم حاجه الوايد بلاد بريشر، تمام؟ ده اهي كاتبينها في الجدول زي الفل. فينها؟ وايد بلاد بريشر كاتبها لك اول واحده ايه، عشان هي مهمه جدا. اوكي طيب نخش على اللي بعده. اورتيك ريجيرج وش ده فوق؟ مين دول بيعمل ايه اورتيك ريجيرج؟ والله خلينا نشوف الهايبرثايرويديزم. لا قلنا هايبرثايرويديزم فقط حاجه ميتابوليك، نفس الكلام على الهايبرثايرويديزم. الروماتويد ده، الروماتويد كانت يعني ولا ما كانتش موجوده في نانو سبب الروماتويد؟ طب نرجع للبي دي اف، هرجع للبي دي اف انا اقول لك اهو، هل هي موجوده روماتويد مانيفستيشن؟ هل في كاردك اورتيك ريجيرج؟ مش موجوده، مش موجوده اورتيك ريجيرج، فده اذا يدل على شيء يدل على ان المانيفستيشن مش مستحيل تلم كل حاجه، لان انت زي ما قلت لك كله هيفتح على بعضه في الليت ستيج، في الليت ستيج هتلاقي كله داخل في بعضه، فممكن ممكن يجي في مرحله ويعمل لك اورتيك ريجيرج، بس يعني اللي هو ايه مش موجوده هنا، فمش حاجه مش كومن قوي يعني. فاهم المحاضره كلها على بعضها انا مش مقتنع بيها الصراحه لكن عشان الاختبار، في سبيل الاختبار بقى، طبعا كله في سبيل الله ان شاء الله، ربنا يسيبنا على ايه المجهود ده، يسيبني على المذاكره وكده، فتقبل منا ومنكم ان شاء الله. بس فقلت ريجيرج اهو الروماتويد ارثرايتس، بس انا نسيت دي عشان ابين لك ان ايه، ان اهو المحاضره مش منطقيه قوي، مش منطقي نقعد اركز على كاردك مانفستيشن في حاجه ممكن تحصل وما تحصلش والكلام ده، تمام؟ لان مستحيل تلم كل حاجه. طيب نخش على اللي بعده. اتي فيبريليشن، يبقى دي حاجه غالبا ميتابوليك بقى. كومون كومبليكيشن فولوينج سيستميك سورت، هل في الهيموكرو؟ قلنا في الهيموكروماتيزز لو تفتكر قلنا الثلاثه اللي في الاخر الانفلتريتيف بيعملوا ريستريكتيف كارديوميوباثي، وزودنا في الهيموكروماتيزز ان هو بيعمل اتري فيبريليشن، بس هل بيحصل في الهايبوثيرويديزم؟ لا، يبقى فقط هيموكروماتوزز اهي، تمام. خش على اللي بعده. لو باك بين خلصانه، انكلوزنج، انكلوزنج فينها؟ وحتى قال لك هو الاي في بلوك، احنا قلنا اي اس انكلوزنج سبودرايتس بتعمل لك اي في بلوك، واي ار اورتيك ريجيرج، تمام. بس ففينها؟ انكلوزنج. طيب بريكارد افيوجن، فانهي؟ احنا قلنا افيوجن يبقى كان في انفلاميشن، يبقى غالبا تبع ايه اول اتنين، الروماتويد والسيستميك، فينها؟ اهي عظيم. بيشن ويز ايلر دانوس، انا بحثت عنها دي حاجه برضو، هل ليها علاقه بالكونكتيف تيشو؟ فخلينا نعتبرها زي مارفن سندروم، تمام؟ يعني بدل الكلمه دي وحطها في دماغك، مارفن سندروم. يبقى واحد عنده مارفن سندروم عن تشيست بين صدمه الارست بوست مورتم الباثولوجيكال، باين لك ان ايه، ايه الحاجه اللي كان ممكن تحصل؟ احنا قلنا يبقى المارفن سندروم كان في مشكله في الفايبرين ده اللي هو الاي اف في اف بي ان جين، فالفايبرز مش سليمه، فالكولاجين متكسر وضعيف، فكان بيعمل لك حاجات لو تفتكر برولابس، فالف ضعيفه، ريجيرج، واورتيك ديسكشن كنا كاتبينها صح؟ اورتيك ديسكشن فينها؟ فين ابوها؟ احنا قلناها فين؟ ايه حاجات ضعيفه كلها، اورتيك ديسكشن وماتريك فالف برولابس والايرتيك ريجيرج، تمام. احنا كده خلصنا ولا في حاجه تانيه؟ في حاجه تانيه. كيس سكندري هايبرتنشن، يبقى دي حاجه ميتابوليك غالبا. ريفيلد هاي انسولين، الجروث فاكتور ده يبقى حاجه كان ليها علاقه بالاكروميجالي، دي حاجه الوحيده اللي خدناها في المحاضره. اون اكزامينيشن ذا بيشنت از، يبقى ايه المانيفستيشنز الاخرى بتاعت الاكروميجالي؟ بيسالك كده يعني تقول لورد، ايوه هي دي، تمام. واخدنا قبل كده دي كده، الاسئله خلصت وعذرا على الاطاله، انا عارف المحاضره ممكن يعني تعتبرها ان هي يعني صغيره على ان احنا نقعد فيها ساعه وثلث، بس انا حاولت بقدر الامكان اسهل لك الحفظ، عشان يعني شخصيا يعني تعبت مع الكلام في السيشن، قلت طب احفظها ازاي ده كلام كتير وكلهم داخلين في بعض، لا اعرف اهم واحده اهم اتنين. الملف ده انا ممكن اسيفه لو حد عايز يعني يقول لي وابعته له، تمام، لكن مش هنزله، انا غالبكم يعني غالبكم ممكن اصلا يكتبه عنده يعني مش مشكله، فبس لو حد عايزه ممكن يبعته برضه ايه وابعته له مش مشكله، او ممكن تاخد سكرين شوت يعني الموضوع سهل. ان شاء الله كده خلصنا. شكرا لحسن الاستماع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وجزاكم الله كل خير.